السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنكمل جزء الالكالويدز ويكون خلص ان شاء الله. احنا كنا شرحنا الجزء بتاع الميد تيرم اللي هو كان انترودكشن للالكالويد وبعض النباتات، بقينا شوية نباتات صغيرة كده، مش صغيرة يعني، الباقي يعني هنخلصه في الفيديو ده ونكمل بعد كده في جزء الجلايكوسايدز ان شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده من اللي بقينا. أول نوع من أنواع الألكالويد اللي بقينا يا شباب هو الببريدين ألكالويد. الببريدين ألكالويد، ببريدين ألكالويد، الببريدين ألكالويد. تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده أفهمك يعني إيه ببريدين ألكالويد. دايما لما بنتكلم في تصنيف الألكالويد لازم أحط بيز أشتغل عليها، يعني لما أقول لما يجي سؤال في الامتحان واجي اصنف الالكالويد بتاعي مثلا من الاستراكشر اقول عليه ببريدين امتى؟ لما اشوف حلقه سداسيه فيها ان لوحدها كده، حلقه سداسيه فيها ان، ادي حلقه سداسيه فيها ان لوحدها، حلقه سداسيه فيها ان لوحدها، حلقه سداسيه فيها ان، تمام؟ ده ساعتها كده الببريدين. الببريدين الكالويد هم احنا ندرس اربع انواع منهم. النوع الاول اللوبيليا وهنفهمه اللي هو اسمه بالعربي كده الدخان الهندي، هندرسه بالتفصيل. بعد كده البيبر، حاجه كده شبه الشطه اللي هو الفلفل يعني. بعد كده البومي جرينيت اللي هو الرمان، وبعد كده حاجه اسمها الكونيوم، ده سم مشهور. فاحنا هنبدا النهارده بالبيبريدين الكالويد. اول ما اقول لك بيبريدين، حلقه سداسيه فيها ان ومش في حاجه جنبها بتميزها، هم اربعه: لوبيليا، بيبر، بومي جرينيت، كونيوم. لوبيليا، بيبر، بومي جرينيت، كونيوم. نصيحه، ما تضيعش وقتك في حفظ الاوريجين، في الاخر الامتحان كله مش هيجي فيه غير اوريجين او اتنين، نص درجه او درجه. انا بقول لك ما تضيعش وقتك واستغنى عنهم في سبيل انك تذاكر الحاجات الاهم، بس اللي هنحفظهم مع بعض. اللوبيليا ده يا شباب كنتوا بتدرسوه في كوجنو 2 في جزء اسمه الهيرب، فلما اجي اتكلم عن الهيرب يبقى بستخدم الاجزاء الخارجيه من النبات. فاليوز بارت بتاعه اريال بارت، الاجزاء الخارجيه من نبات اسمه اللوبيليا انفلاتا، لوبيليا انفلاتا، بينتمي لعيله نباتيه اسمها ايه؟ كامبينيوليسا فاميلي. البيبر ده برضو كنت درسته في جزء الفروت، بيبر نيجرام، بينتمي لعيله جايه من اسمه، اسمه بيبر يبقى بيبريسا اللي هو كان ان اوفيشال فروت، بيبريسا فاميلي. البومي جرينيت كنت بتدرسوه في جزء البارك، يبقى ستيم اند روت بارك، بانيكا جرانتم، وينتمي لعيله اسمها بانيكيسا فاميلي. الكونيوم من اسمه برضه درايت فروت، بيكون مدرس في جزء الفروت برضه، وفي كونيوم ماكليتم، وينتمي لعيله اسمها ابييسا فاميلي. من الاخر، لو جالك سؤال تشوز وفي الغالب الامتحان ما فيهوش ريتن، وانا اتوقع ان الريتن اللي هيجي لكم في امتحان الفايتو هيجي في الجزء بتاع الشفوي اللي هو الاورال، يعني ورقه الاورال من وجهه نظري هي دي اللي هيجي فيها ريتن، انما غير كده في ورقه النظر نفسها مفيش ريتن. اللوبيليا هتلاقي في الاوريجن بتاعها كلمه لوبيليا، بيبر بيبر برضه، بومي جرينيت هتلاقي كلمه بانيكا، اما الكونيوم من اسمه برضه هتلاقي كلمه كونيوم. يلا نتحرك على طول كده للاهم بالنسبه لنا. اول حاجه الاستراكشرز، وبرضه توقعاتي للفاينل بتاعكم ان في الغالب مش هيجي فيه استراكشرز خالص، غير ممكن في الشفوي يجي لك اثنين استراكشر مرسومين او ثلاثه ويسالك عليهم، مثلا النبات ده ايه وبيستخدم ليه. ده توقعي لحوار الاستراكشرز. في الامتحان كله يجي لك في النظر ممكن يجي استراكشر واحد او اثنين، انما في الشفوي ممكن يجي لك الاسئله بتاعته عباره عن استراكشر مرسومه ويسال عليها اسئله ريتن. ازاي افرق بين الاستراكشر بتاع الثلاثه دول؟ بص، انت اول ما تبص على الرسمه اللي قدامك لقيت فيها حلقه بنزين سداسيه في، او حلقه سداسيه مش بنزين، حلقه سداسيه فيها ان، يبقى انت فهمت انت بتتكلم في الببريدين. تبدا تصنف بقى الببريدين اربعه اللي هم اللوبيليا والبيبر والبومي جرينيت والكونيوم. لو بصيت ولقيت ان حلقه البنزين اللي فيها الحلقه الفارغه، يعني مش حلقه بنزين، الحلقه السداسيه اللي فيها ان دي محاطه من الاتجاهين، يبقى انا بتعامل مع اللوبيليا. افتكر الكلام ده عشان بالعربي هي اللي هتفتكره في الامتحان، هتقول لنفسك كده بالعربي، محاطه من الاتجاهين يبقى لوبيليا. افتكرها بقى عشان ما انساش، ادي حرف البي اهو محاط من هنا بال وهنا بال، في ال قبليها وال بعديها، لوبيليا يبقى محاطه من ادي الان، محاطه من هنا بحلقه ومن هنا بحلقه، تمام؟ اما لو حلقه البنزين الحلقه السداسيه طرفيه وجنبها فرع طويل يبقى بيبر، طرفيه وجنبها فرع طويل يبقى بيبر. الحلقه هي على الطرف هنا، سواء بقى على اليمين او ممكن يجيب لك المركب يجيب لك الحلقه على الشمال وجنبها فرع طويل قوي كده، يبقى ده البيبر، تمام؟ اوعى تروح تقول لنفسك ان في عين فيبقى ده البيبر، لان احنا درسنا قبل كده مركبات فيها العين دي اللي هو الاو والاو فوق دول. فانت تفتكر حلقه سداسيه فيها ان طرفيه وجنبها فرع طويل يبقى البيبر، تمام؟ حلقه سداسيه فيها ان وخارج منها دبل بوند او، خارج منها اهو جنبها دبل بوند او، وانت مغمض، ده البومي جرينيت. وهنفهم الالكالويد بتاعته اسمها ايه، انا بكلمك عن نبات نفسه، يبقى البومي جرينيت دبل بوند او. طب حلقه سداسيه فيها ان وخارج في الاخر ميثايل، وممكن ما يكتبلكش في الامتحان سي اتش 3 يشد خط زياده، خارج منها ميثايل، يبقى ده الكونيوم. تاني،
نقول لنفسنا بالعربي اللوبيليا حرف البي محاط من الاتجاهين ب ال و ال، يبقى حلقة سداسية فيها ان محاطة من الاتجاهين بحلقتين. البيبر اللي هو الفلفل الطويل يبقى على الطرف في حلقة سداسية فيها ان اللي هي البي دي ومحاطة بفرع طويل قوي، على الطرف في حلقة سداسية فيها ان ومحاطة بفرع طويل. البوميجرينيت حلقة سداسية فيها ان وفيها دبل بوند او، افتكرها بايه؟ ادي البي بتاعتي بعديها او، يبقى الحلقة السداسية بتاعتي بعديها دبل بوند او. الكونيوم، الكونيوم اللي بينتهي بحرف الام يبقى ميسايل، في الاخر في ميسايل او خارج منه فرع طويل، يبقى حلقة سداسية فيها ام وخارج منها فرع طويل. دول الالكالويد اللي موجودة في الثلاث في الاربع نباتات بتوعنا. اول نبات عندنا اسمه اللوبيليا، واللوبيليا ده الالكالويد اللي موجود فيه جاي من اسمه، اسمه لوبيليا، فالالكالويد اللي فيه اسمه لوبيلين جاي من اسم النبات. بص عشان ما تتلخبطش، اللوبيلين عبارة عن ايه؟ حلقة سداسية فيها ان وحولها فرع من اليمين وفرع من الشمال. بص جنبها هنا كده في دبل بوند او، وجنبها هنا او اتش. طالما في تنوع يعني فرع دبل بوند او وفرع او اتش بدل لوبيلين اللي هو الالكالويد الاساسي. طب لو افترضنا ان هنا دبل بوند او وهنا برضو دبل بوند او، يبقى ده اسمه لوبالينين، لوبالينين. طب لو افترضنا ان هنا او اتش وهنا او اتش، يبقى ده اسمه لوبالينيدين، لوبالينيدين. خد بالك انا بدرس نبات اسمه اللوبيليا، اللوبيليا اول ما اشوف حلقه سداسيه فيها ان وحواليها فرعين، لو انا لقيت ان الفرعين مختلفين عن بعض او اتش ودبل وسي ودبل بوند او، يبقى ده اللوبيلين اللي هو الالكالويد الاساسي. اما لو لقيت ان الاثنين دبل بوند او يبقى ده لوبالينين، اما لو لقيت ان الاثنين او اتش يبقى ده لوبالينيدين. تمام، لوبالينيدين مهمه جدا، او بنقول عليها لوباليضيين. تمام، اوعى تنساها. يبقى اللوبيلين حلقه سداسيه فيها ان خارج ميسايل جنبها فرعين مختلفين دبل بوند او اتش، يبقى ده اللوبيلين. لو عملت له اوكسيديشن، اوكسيديشن يعني خليت الاو اتش ديت دبل بوند او هي كمان، يبقى ما عندي حاجه اسمها لوبالينين، دبل بوند او هنا ودبل بوند او هنا. اما لو عملت له ريدكشن يعني اختزلت الدبل بوند او دي وخليت او اتش، يبقى اللي معايا لوبالينيدين اللي هو ده، او لوباليضيين اللي هو او اتش واو اتش. يبقى ما يتلخبطش نفسك، لقيت حلقه سداسيه في النص فيها ان خارج المسلسل سيبك منها، الفرع مختلف يعني هنا غير هنا، يبقى ده اللوبيلين الاساسي. لقيت هنا دبل بوند او هنا دبل بوند، يبقى حصل اوكسيديشن فحصلت على اللوبالينين. اما لو لقيت هنا حصل ريدكشن او اتش او اتش، يبقى لوباليضيين. يقول لك ده داي كيتون، اقول له طبعا صح، ما هو دبل سي دبل بوند او سي دبل بوند او، يبقى ده داي كيتونيك، وده داي هيدروكسيليتد يعني سي دبل بوند سي او اتش وسي او اتش، يبقى ده داي هيدروكسيليت. ده بالنسبه للاثنين الكالويد اللي موجودين في اللوبين. تعال نكمل شرح في اللوبين نفسه عشان ما يحصلش تداخل بينه وبين غيره. اول حاجه اللوبين ده بيكون اوبتيكالي اكتيف. يعني ايه اوبتيكالي اكتيف؟ يعني الضوء بيأثر عليه بيحيد يمين وشمال، ما تهمنيش قوي، ما بيدوبش في الميه كويس، يعني جزء منه بيدوب، معلومه ما تهمنيش برده خالص، والمعاد معلومه العاده ما تهمنيش. بيقول لي بعمل له ريدكشن فيديني لوبالي ضيين، اقول له ما انا عارف من فوق ان انا لما عملت ريدكشن اداني لوبالي ضيين، خلاص عملت له ريدكشن. هو بس بيقول لك انا بعمل له ريدكشن بايه؟ صوديوم امالجم او اسيتيك اسيد، صوديوم امالجم او اسيتيك اسيد، برده مش شغل امتحان. الكريستال بتاعته بتكون عديمه اللون كلرليس، ما تهمنيش في حاجه. اللوبالينين ده داي كيتون، اقول له انا فاهم ده فوق. اللوبالي ضيين ده داي هيدروكسيل، اقول له انا فاهم ده فوق برده. هو بيقول لك بس في بعض الاحيان ممكن استخدم اللوبالينين في تكوين حاجه اسمها فورم دايوكزين، وده ممكن استخدمه في الداي اسيتايل ديريفاتيفز، يعني باخد منه داي اسيتايل ديريفاتيفز. كل ده كلام عبيط، انا يهمني حاجه واحده في الليله دي كلها، انك هنا عملت اوكسيديشن اداك لوبالينين داي كيتونيك، وهنا داي هيدروكسيليشن اداك لوبالينين، اللي تبقى فاهم ان انا بعمل ريدكشن بايه؟ بان امالجم او اسيتيك اسيد. اي حاجه من الكلام ده ما يهمكش في حاجه ولا كانك شايفه. تعالى بقى نشوف استخداماته. اول حاجه اللوبيليا ده يا شباب بالعربي كده اسمه الدخان الهندي، اللوبيليا اسمه الدخان الهندي. من الاخر اللوبيليا هو معكوس السجاير، رغم ان اسمه دخان الا انه معكوس السجاير. معكوس السجاير يعني ايه؟ الناس اللي بتشرب سجاير بشكل شره او بكميات كبيره ممكن يحصل لها ازمات في التنفس، يحصل عندهم صعوبه في التنفس. اهو اللوبيليا بيعالج المشكله دي، فيقول لك اللوبيليا اول حاجه استخدامه بيعالج الازمه اللي هي ازمه التنفس. تاني حاجه بيفتح القفص الصدري، بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ستيمولانت، بيخلي القفص الصدري يفتح كويس، فالكاف سنتر بيخليه اوسع فيقلل الكحه عند الشخص، فلو في بلغم او بعض الافرازات قفل القفص الصدري هو بيطردها لبره. عشان كده احنا بنستخدمه في علاج البرونكايتس اللي هو الكحه المزمنه. يبقى اهو واحد، افتكر كده ان واحد داخل لك الصيدليه بيقول لك مش عارف اخد نفسي وحاسس ان صدري مقفول، هتتوقع ان هو عنده ازمه فتدي له لوبيليا، اتوقع ان هو الكحه عنده شديده فتدي له لوبيليا، يقول لك صدري مقفول فانت حاسس ان في افرازات وسوائل فتدي له حاجه طارده للبلغم اللي هو اللوبيليا، عنده كحه مزمنه تدي له لوبيليا، لو الحاله بتاعته صعبه بتدي له حقنه اي في
الماده الفعاله بتاعتها جايه من اللوبيليا اللي هو اللوبيلين مثلا، يبقى اول استخدام للوبيليا افتكرها كده اسم الدخان الهندي، ومع ذلك رغم ان اسمه دخان الا ان استخداماته عكس السجاير، بيعالج الازمه، ريسبيراتوري سنترال ستيمولانت، بيحفز جهازك التنفسي، بيشغل الكاف سنتر كويس قوي فيقلل الكحه، اكسبوكتراند يعني طرد للبلغم، ويستخدم في علاج البرونكايتس اللي هي الكحه المزمنه عن طريق ندي حقنه منه اي في بتبقى شورت اكتنج، تعالج المشكله دلوقتي. طيب كان منتشر يا شباب زمان ان مثلا بيبقى عندك عيل صغير لسه مولود وعنده مشكله في التنفس، مثلا المخاط او السوائل اللي كانت جوه في رحم الام وهو في رحم الام قفلت له الجهاز التنفسي، قفلت له القفص الصدري، الواد طالع مش عارف ياخد نفسه وما صرخش الصريخ او العيط العياط اللي بيبقى اول ما الطفل يطلع من بطن امه ده. ساعتها بيروحوا عاملين له عمليه اسمها ريساسيتيشن. ايه ريساسيتيشن ده؟ بلحقه، بعمل له انعاش، بستخدم انعاش رئوي، بديله هواء من بره، بديله حاجه تفتح القفص الصدري، بديله حاجه تدوب السوائل اللي قفلت القفص الصدري بتاعه من السوائل او من الجازز اللي انا بديها للطفل عن طريق الفم والانف عشان الحقه اللوبيليا، وده سؤال امتحان اهو. يبقى بتعمل حاجه اسمها ريسوسيتيشن، انعاش، انعاش للنيو بورن انفنتس، الاطفال اللي لسه مولوده. افتكر كده العيال في عيال صغيره بتتولد، الدكتور عمال، لو الناس بتتفرج على فيديوهات اللي هي الولاده دي، بيبقى معاه جهاز كده بيحطه في بق العيل يقعد يسلك صدره، او احيانا ما بيسلكش، السوائل اللي خدها جوه رحم الام او السوائل اللي كانت بتساعده على المعيشه قفلت القفص الصدري، فابدا اعمل له انعاش. من الحاجات اللي بستخدمها في الانعاش هي اللوبيليا. اكتب لي جنبها امتحان، الامتحان برضه ان هو بيعالج الازمه. الحاجه الثانيه برضه لو عديها امتحان، احنا قلنا ان اللوبيليا دخان ومع ذلك تاثيره كله عكس السجاير، ازاي يا سيدي؟ هو ايه اللي بيخلي الشخص يعتمد على السجاير او يتعود عليها؟ ان بيدخله من السجاير يا شباب نيكوتين، فلو هو لو بطل الجسم بيبقى اتعود ان النيكوتين جاي له من بره، فما بيفرزش النيكوتين فبيتعب لانه بطل السجاير محتاج نيكوتين. فاحنا بدانا نقول ايه؟ ما هي اللوبيليا هي كمان دخان، فبتحتوي على كميه قليله من النيكوتين او من غيره من المواد اللي بتقول بنفس وظيفته. فانا لو عاوز مريض يبطل السجاير، لو تعرفوا كده ممكن تكونوا سمعتوها في السيوتكس قبل كده، في جزء الترانسديرمال بنحط له باتش كده او لازقه على كتفه بتفرز له كميات من النيكوتين او المواد المشابهه للنيكوتين تلحقه كل شويه، بحيث ان هو ما يضعفش ويشرب سجاير. فيقول لي انا بستخدم اللوبيليا تو ستوب سموكينج عشان اوقف التدخين، او ان سموكينج ديترانت. يعني ايه ديترانت؟ يعني اوقف، امنع التدخين، اساعد ان الشخص يبطل التدخين، تمام، يقلع عن التدخين. يبقى بيستخدم في السموكينج ديترانت، مهمه جدا وسؤال امتحان، حاجه بتستخدم تو ستوب سموكينج، تو سموكينج ديترانت يعني اقلاع عن التدخين اللوبيليا، وده سؤال امتحان برضه. بعد كده بقى بيقول لك ان هي ليها سام فيسيولوجيكال اكشن زي النيكوتين بات ويكر، انا لسه مكلمك عن ان هي بتعوض التاثير بتاع النيكوتين، عشان كده استخدمتها في مستحضرات اللي هي بستخدمها في وقف التدخين او الاقلاع عن التدخين. يبقى مهم قوي تعرف الثلاث حاجات دول، ريسسيتيشن اوف نيو بورن والازمه والاقلاع عن التدخين. الكيميكال تيست بتاعت يا شباب، اكتب بس هنا كده كلمه فيم، مش السجاير بتاخد عن طريق الفم، يبقى اللوبيليا الكيميكال تيست بتاعته كلها فيم، اف اللي هو فرويد ريجنت، فرويد ريجنت بيديني معاها فرويد يديني روز ريد كلر. فيم في الاي اللي هي الام اللي هو اردمان ريجنت، اردمان بيديني جرين كلر، الام اللي هو ماركس ريجنت بيديني ريد كلر. يبقى فيم او فم، فرويد اردمان ماركس، فرويد اردمان ماركس، فرويد اردمان ماركس، فرويد اردمان ماركس، فرويد بيديني روز ريد، اردمان بيديني جرين، ماركس بيديني ريد كلر، ماركس بيديني ريد كلر، تمام. ثلاثه كيميكال تيست افتكرهم بكلمه فم، ان السجاير بتاخد عن طريق الفم، يبقى ثلاثه كيميكال تيست اف ام، تمام يا شباب. ده اول واحد عندنا وهو اللوبيليا. الثاني اللي هو البيبر اللي هو الفلفل، واحنا قلنا ان اسمه كده شاوي البيبر، فالالكالويد اللي موجود فيه اسمه بيبرين. افتكر البيبر حلقه سداسيه فيها ان وجنبها فرع طويل، البيبرين اللي هو الالكالويد الاساسي اللي موجود فيه. اول حاجه ده مش بيزك الكالويد، ده امايد، ما افتكر بس ان هو امايد، دي اللي تهمني، تعرف ان البيبرين امايد الكالويد، ده سؤال امتحان يا شباب. لو عملت له هيدروليسز يعني حللت الالكالويد بتاعي ده، بيديني الكالويد تاني اسمه بيبريدين. نفس الفكره هنا، اللوبيلين لما حللته اداني لوباليدين، لما عملت له يعني هيدروليسز او ريدكشن، هنا برضو عملت هيدروليسز هيديني بيبريدين. وليه طبعا الفلفل الشطه الحاجات دي كلها بيكون لها طعم حراق او لاذع او قابض، فليها بانجنت تيست يعني طعم قابض او لاذع وقوي على فكره. بس هو بيقول لك بس ان لو قارنته بالكالوريد الثاني نعرفه اسمه شافي سين، طبعا هو مش عليكم الشافي سين ده، بس البانجر تيست بتاعه بيكون اعلى من البيبريدين. هو لو سال جالك في الامتحان قال لك البيبرين اعلى من الشافي سين في البانجر تيست، قول له غلط. البيبرين هو فعلا بانجنت يعني طعمه قبض او لاذع، ده فلفل يعني، بس مش زي الشافي سين. بيستخدم في علاج يا شباب حاجه اسمها جينوريا، وعلم عليها كده عشان ده سؤال امتحان.
تستخدم بعلاج الجنوريا. الجنوريا يا شباب اللي هو يعني زيادة إفرازات السوائل اللي بتخرج من الرحم عند النساء، بيقول لك حتى بيسموها سيلان، أو بنسميها فاجينال جينوريا، سيلان في يعني زيادة في إفراز السوائل في الرحم عند النساء. عشان طب أنا ليه بنترجم معناها حرفي؟ عشان ممكن يجي لك في الامتحان مثلا يقول لك إيه هي الجينوريا دي، ممكن تكون سبب في حاجة اكتبها معايا بقى اسمها فاجينال ديستشارج، يعني بيحصل لخبطة في المعادن والاسيدك والبيزيستي بتاعت السوائل اللي بتخرج من الرحم فتسبب مشكله. يبقى الجينوريا زياده في افراز السوائل من الرحم، فده ممكن يعمل ديستشارج للسوائل دي، ممكن يعمل حاجه اسمها فاجينال ديستشارج، يلخبط الاسيدك والبيزيستي بتاعت السوائل اللي بتخرج من الرحم فيسبب مشكله في الفاجينا. يبقى الجينوريا سيلان في السوائل بتاعت الرحم، وده سؤال امتحان. مين اللي بيعالج المشكله دي؟ البيبر. مين اللي بيعالج المشكله دي؟ البيبر. عشان كده حتى لما تنزلوا الصيدليه، وخلي بالك هو ليه بيستخدم في علاج المشكله دي؟ عشان لما جينا نتكلم عنه الكلويد قال لك ان هو نوت بيزك، فبيساعدني ان هو امايد في ان احنا نظبط الديستشارج ده. لما تيجي تنزلوا الصيدليه وتلاقي بعض الغسول الفاجينال دوش، احيانا بتلاقي ان من الاكتف كونستيتوت بتاعه البيبرين اللي هو الالكالويد بتاع البيبر، بيستخدم في علاج الكرونيك برونكايتس زيه زي اللوبيليا، برضه بيستخدم في علاج البرونكايتس، يبقى اربطهم ببعض كده. طبعا البيبر اللي هو الفلفل موجود في بيوتنا كلها ككونديمنت، يعني بيستخدم في اغراض الطبخ. تمام، انا يهمني كلمه جينوريا، يبقى لو هذاكر في البيبر هذاكر ايه؟ الجينوريا والبانجنت تيست وان هو امايد. بعد البيبر دخلنا على البومي جرينيت اللي هو الرمان، وفي اكتف كونستيتوانت اساسي هو البيليترين. اسمه ايه؟ حتى انت ممكن تكونوا فاكرين ومن الجزء بتاع البارك اللي هو البيليترين والزودو بيليترين وان ميسايل بيليترين والكلام ده، ما يهمنيش الكلام ده كله. تفتكر ان البيليترين الحلقه الثلاثيه فيها ان وخارج منها دبل بوند او، هنا هي وهنا برضو خارج دبل بوند او. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان اللي خارج من الان دي اتش واللي خارج منها هنا ميسايل، بمعنى لو ده اسمه بليترين يبقى ده اسمه ان ميسايل بليترين لان ضفت ميسايل وخلصت. يبقى لو شفت حلقه سداسيه فيها ان خارج جنبها دبل بوند او، مش جنبها على طول، في فرع وبعدين دبل بوند او وبس، يبقى ده بليترين. اما لو لقيت ان الان دي خارج منها ميسايل يبقى ده ان ميسايل بليترين، ان ميسايل بليترين، ان ميسايل ايه يا شباب؟ بليترين. بص يا سيدي، عايزك تحفظ لي المعلومه دي لانها مهمه جدا. البليترين يا شباب، او قبل ما نشرح المعلومه دي ركز معايا، البليترين من اشهر المواد اللي انا بستخدمها عشان اطرد الديدان من الجسم. ركز معايا، البليترين، سيبك من المكتوب في المذكره دلوقتي عشان نترجم الكلام ده، من اشهر المواد اللي بستخدمها عشان اطرد الديدان من الجسم. يعني الناس مثلا اللي بتاكل لحم الخنزير بره اللي هو مش محرم عندهم، بيبقى في ديدان شريطيه موجوده في لحم الخنزير ده ممكن تسبب مشاكل كبيره جدا في المعده، اهو البليترين بيطرد الديدان اللي بتيجي من لحم الخنزير. اقول له ده حاجه حلوه جدا، لكن المريض ياخد ماده فعاله فيها بليترين او ان مثال بليترين واخواته كلهم، وبرده الديدان دي ما بتطردش من الجسم ومبهدل معدته. ايه السبب؟ ان البليترين بيحب المعده، يعني لما يخش بيكون سوليابل قوي في الاستومك، المعده بتمتصه بشكل كويس او بتعمل له السوليابل، مش بلاش تمتصه، بيذوب في المعده كويس قوي. طب ما حلو ان هو بيدوب في المعده، دي حاجه حلوه تخليه ياثر كويس. اقول لك فعلا، بس ما يحصلوش ابزوربشن، يعني او ابزوربشن ما يحصلوش امتصاص، هو يحصل له ذوبان لكن لا يمتص. يبقى هو داب داب في المعده لكن ما امتصش في الدم عشان ياثر، فيقول لك دي كارثه. ليه بقى؟ بقى انا بدي بليترين عشان يطرد الديدان، يخش هو كمان يتحبس لي في المعده معاه، يبقى انا ما استفدتش حاجه. طب الحل ايه بقى؟ يقول لك النوع ده من المواد فولود باي لاكزاتيف، يعني انا اديته وهو راح يطرد الديدان وامتص في المعده، اروح مدي معاه ملين. ليه يا سيدي ملين؟ ملين عشان يطرده هو والديدان مع الاستولز اللي هتخرج من الجسم، لانه مش هيخرج، لازم حاجه تطرده بره لانه حابب المكان جوه المعده. بالظبط لما تجيب واحد وتحطه في بيئه عمل بيحبها، في شركه هو حاببها، انت مثلا عاوز ابنك يشتغل وحطيته في شركه، فهو حب الشركه قوي مش راضي يسيبها ولا يروح. مش راضي يمشي ويسيب الشركه، وانت عاوزه يشتغل بس في نفس الوقت عايزه يعيش حياته، يخرج من الشركه يرجع بيته ويتحرك وكده، فلازم تحط له دافع يخرجه من الشركه. يبدا يخرج ويرجع تاني يشتغل. في فكره البترين هنا هو فعلا هيطرد الديدان لكن مش لوحده، هو هيخش يشدها في حاله انك تدي له لاكزاتيف وتضم هما الاثنين مع بعض. يبقى إيه؟ ولو سالك عن السبب في الامتحان قول له ان هو سوليابل، فيري سوليابل لكن نوت ابزوربد، هو او ليس ابزوربد، هو يدوب لكن ما يمتصش. فيقول لك البليترين ده از يوزد از تنين سالاد، ات ازنت فيري سوليابل ان ذا ستومك سو ات ليس ابزوربد. طب الحل ايه بقى؟ ادفايزبل، انصحك بانك تعمل ايه بقى؟ فولو ذا ادمنستريشن اوف بليترين، تتبع اعطائك للبليترين تنين ده اللي هو الماده الفعاله، يعني بانك تدي المريض سلاين كاثاريتك او لاكزاتيف. سلاين كاثاريتك ده يعني ملاين قوي جدا، كلمه كاثاريتك يعني ملاين قوي جدا يطرد حتى السوائل من المعده، او لاكزاتيف اللي هو ملاين عادي. يعني ليه يا سيدي؟ تو اكسبل ذا وورم عشان تطرد الديدان دي من المعده،
خلاص بقى انا اديت البليترين موت لي الديدان واطرده هو والديدان. والحاجه التانيه ان البليترين اللي فضل موجود جوه المعده ده وما امتصش، لو انا اديت كميه وما طلعتش من الدواء وما طلعتش بره الجسم ممكن تسمم الجسم، ما حاجه غريبه عليا، الجسم هيبدا يتاذي. فكمان بقلل التوكسيسيتي بتاعت البليترين لانه لو فضل جوه الجسم هيأذيني، تو مينيمايز ذا توكسيسيتي. وده سؤال ترو فولس. الاثنين دول ليه بدي سلاين كاساليتيك، يعني بدي سائل محلول ملح ملين قوي جدا او لاكزاتيف عشان اطرد الديدان اللي البليترين موتها لي، وعشان اطرد الديدان اللي البليترين موتها لي وعشان اقلل التوكسيسيتي بتاعت البليترين. طيب هيجي لك سؤال في الامتحان ترو فولس، يقول لك البليترين از يوز تو اكسبل وورمز. كلمه اكسبل دي يا شباب يعني يطرد. لو قال لك ان البليترين بيستخدم تو اكسبل وورمز قول له غلط طبعا. ليه يا عم؟ البليترين ما بيطردش الديدان، البليترين بيقتلها بس. اللي يطردها اللاكزاتيف، عشان كده لما اي مريض في الدنيا عنده ديدان شريطيه والدكتور يكتب له دواء فيه بليترين يكتب له معاه لاكزاتيف، البليترين يقتل واللاكزاتيف يطرد. يبقى بليترين يوزد تو كيل وورمز يقتل الديدان صح. انما لو قال لك البليترين يوزد تو اكسبل وورمز هو اللي بيطردها، لا هو يقتلها بس لكن ما يقدرش يطردها. مين اللي بيطردها؟ اللاكزاتيف. وصلت؟ اللاكزاتيف هو اللي بيطرد. عشان كده لما نيجي ندرس مثلا في جزء الجلايكوسايدز ونتكلم عن الانسراكينون جلايكوسايدز واقول لك مثال عليه نبات اسمه السنه او الروبرب ودول بيستخدموا كلاكزاتيف، فيجي في الامتحان يقول لك السنه او الروبرب كان بي يوزد از ا كومباينيشن ويز البليترين، اه طبعا صح لانهم لاكزاتيف فيهم انسراكينون بيستخدم كطارد يعني ملين فيضرب الديدان. تمام، يبقى البليترين بيعمل كيلنج، انما مين اللي بيعمل اكسبل اللي قدامي دي؟ اللاكزاتيف هو اللي بيقلل التوكسيس بتاعت البليترين. ده سؤال امتحان مهم جدا، الجمله دي مهمه جدا، بستخدم البليترين تنيت اللي هو ليس ابزوربد ف بحط بعديه سلاين كاثاريتك او لاكزاتيف فيطرد الديدان ويقلل التوكسيسيتي بتاعت البليترين اللي اتحبس جوه الجسم. البليترين ينفع يقتل نوع معين من الديدان وما ينفعش يقتل الثاني، هو بيقتل عموما التاب ورم اللي هي الديدان الشريطيه، لكن الديدان الشريطيه في منها نوعين او انواع كتير. هو مشهور بانه بيأثر على البورك تاب ورم اللي هي اسمها التينيا سوليوم. التينيا سوليوم دي يا شباب اللي هي الديدان الشريطيه اللي موجوده في لحم الخنزير. يبقى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير لانه فيه امراض كتير جدا، لانه بيتغذى على الحاجات السيئه. فيقول لك انسليمنتك قاتل الديدان اجينست البور كتاب وورم. يعني ايه بور كتاب وورم؟ الديدان الشريطيه اللي موجوده في لحم الخنزير. انتوا عارفين بورك يعني لحم الخنزير، اسمها الثاني ايه؟ تينيا سوليوم. سؤال امتحان الاسم الثاني ده بيتكرر كتير جدا في الامتحان. يبقى هو افكتيف اجينست التينيا سوليوم لكنه نوت افكتيف او ان افكتيف اجينست الدوارف تاب وورم. ايه الدوارف ده؟ يبقى هو كويس قوي مع البورك ومش حلو مع الدوارف، بنسميها الديدان الشريطيه القزميه. ديدان شريطيه قزميه بتيجي دايما للعيال الصغيره كومن ان تشيلدرن، ودي معلومه الدكتور قالها وهو بيشرح لكن هي مش موجوده في الكتاب. مشهوره قوي في الاطفال يعني بتبقى موجوده بقى العيل الصغير ماشي في الشارع بيلعب بيحط ايده على اي حاجه فبيبقى ممكن الديدان دي تتنقل له وهو مش حاسس. وليها اسم تاني يا شباب اسمه هيمونولوبيسز نانا. هيمونولوبيسز نانا، هيمونولوبيسز نانا اسمها دوارف تاب وورم. انا اتوقع ان دي في الامتحان ان شاء الله ودي كمان في الامتحان. البليترين مهم جدا. يبقى انا عندي فاكهه اسمها البوميجرينيت اللي هي الرمان موجود فيه اكتيف كونستنت اسمه البليترين، يبقى ممكن يجيب لك في الامتحان كده الرسمه دي كده او دي ويقول لك ده اسمه ايه. لو في مثال يبقى ان مثال البليترين يقول لك بيستخدم في ايه؟ انسليمنتك مع البورك وتابور، ما ينفعش مع مين؟ ما ينفعش مع الدورف. طب هو انا ليه بستخدم مع لاكزاتيف؟ لانه ليس ابزوربد، اما اللاكزاتيف هيساعدني في حاجتين، اكسبل الورمز ومينيمايز التوكسيستي ويقلل التوكسيستي بتاعت البليترين. اتمنى انها تكون وصلت. بعد كده الالكالويد الاخير اسمه الكونيوم، وانت مغمض كده اكتب لي فوقيه سم، سم قاتل. الكونيوم ده من اشهر السموم القاتله، يعني حتى لو تعرفوا اللي هو عبد الحكيم عامر اللي هو كان وزير الدفاع ايام النكسه سنه 67 لما حبوا يسموه او يقتلوه استخدموا معاه كميه من الكونيوم ده. يعني ده استخدم في عمليات قتل كتير جدا. وزمان المجرمين في اليونان لما كانوا يحتاجوا يعملوا خليط او خليط من السم كانوا بيستخدموا الكونيوم ده. تمام يا شباب، يبقى الكونيوم اول ما تفتكر اول حاجه تيجي في بالك ان هو عباره عن سم. الكونيوم عباره عن حلقه سداسيه فيها ان خارج منها سي اتش 3. ده اسمه ايه؟ الماده الفعاله بتاعته هو النبات اسمه كونيوم، يبقى الماده الفعاله اسمها كونين. يبقى الماده الفعاله نفسها اسمها ايه؟ اسمها كونين. ركز معايا بقى، امال ايه الكونيسين دي؟ ايه الفرق بينها وبين الكونين؟ ده الدبل بوند دي اهي، الاي ان اللي هي ديت يعني معناها ان في دبل بوند هنا. ما تهمنيش قوي، حلقه سداسيه فيها ان وفي خارج منها فرع طويل كده ثلاثه يعني سي اتش 3، يبقى على طول اللي معاها الكونين واخواته. طبعا الكونين هو الاهم بالنسبه لي لانه هو 90% من الالكالويد اللي موجوده في الكونيوم، 90% كونين. وانا قلت لك اول ما تسمع كلمه كونيوم يعني سم على طول وانت مغمض. هايلي توكسيك، هايلي توكسيك.
احنا كنا بنتكلم عن الببر اللي هو الفلفل ده كان يعني بيزك او الكالويد يعني، لا هو نوت بيزك الكالويد، انما الكونين بص بقى سترونجلي بيزك اويلي الكالويد، سترونجلي بيزك اويلي الكالويد، وديكستروتاتري. ديكستروتاتري دي تهمني لان اغلب الالكالويد اللي كنا بندرسها كانت احسن انها تكون ليفوتاتري، انما ده ديكستروتاتري ودي مهمه. تمام، ديكستروتاتري ودي مهمه برضو. من الناس اللي استخدموا الكونيوم في انهم ينتحروا سقراط، درينك ات تو داي، يبقى سقراط استخدمه في انه يموت، وده سؤال امتحان برضه. سقراط درينك ات تو داي، يعني عمل محلول كده من الكونيوم، خد الباودر ودوبه في ميه وشربه ومات فعلا، انتحر بالكونيوم. تمام، هو اصلا الكونيوم ده بيعمل ايه؟ بيبدا يقلل الموتور نيرف بتاعتك. شفت انت الحاجات اللي تيجي في الافلام يقول لك ده لما حد يعترف بحد ان هو حاطط له سم في الاكل، فتلاقيه بدا حركته تتشل شويه وتبدا اعصابه تتجمد ويبدا ما يعرفش ياخد نفسه لحد ما يموت. هو ده نفس التاثير بتاع الكونيوم، ديبريس ذا موتور نيرف، بيقلل الموتور نيرف بتاعنا، حركتنا يعني موتور حركه اندنج. ده عشان كده لو اديته بكميات كبيره بيؤدي للوفاه. ايه السبب بيؤدي للوفاه؟ ليه؟ انه بيعمل تحلل للجهاز التنفسي، ما بيعرفش ياخد نفسه، اوف ريسبيراتوري بارد. افتكر دايما اكن شخص واخد سم قدامك، فاول حاجه حركته بتبدا تتشل وبعدين ما يعرفش ياخد نفسه لحد ما يموت، يبقى ديزدريس او ديبريس، بيثبط او بيقتل خالص الموتور نيرف اندنج، يعني الاعصاب اللي موصله للنهايات العصبيه اللي موصله للنهايات العضليه بتبدا تتسمم. عشان كده لو زودت الجرعه قوي ممكن الشخص يموت لانه بيحصل له ريسبيراتوري باراليسيس، تحلل للجهاز التنفسي. الكيميكال تيست بتاعت الكونيوم، في واحد في هما اتنين والاتنين جايين في الامتحان ان شاء الله. الكونيوم المادة الفعالة اللي فيه اسمها ايه؟ كونين، جاي من اسمه. لو حطيت عليه ان ايه نيترو بروسايد بيديني ريد كلر، ان ايه نيترو بروسايد بيديني ريد كلر، ده سؤال امتحان. اللي بعديه طبعا هو سؤال امتحان وهديك معلومة كده تكتبها جنبها مهمة جدا. ايه هيملوك دي يا شباب؟ انا اول مرة اسمع كلمة هيملوك دي. الهيملوك ده يا شباب هو الاسم التاني بتاع الكونيوم، يبقى لو قال لك كونيوم او هيملوك الاثنين نفس المعنى، يبقى الهيملوك هو الاسم التاني بتاع النبات بتاعنا اللي هو اسمه الكونيوم، ومهم تعرف الاسم التاني ده. الهيملوك ده يا شباب لو جينا يعني لو انا حطيته قدام، طبعا ده سم تمام، فلو واحد عاوز السم التاني يروح جايب له كيسه صغيره كده ويروح مديها له، يقول له دول شويه ينسون بقى انا جايبهم لك من بره، حلوين جدا اشربهم هتحبهم، خد يهدوا اعصابك. اي واحد مش فاهم ما يقدرش يفرق بين الهيملوك والانايس اللي هو اليانسون، لان الهيملوك ليه نفس اللون وتقريبا نفس الطعم ونفس الريحه ونفس الشكل بتاع الانايس بتاع اليانسون، عشان كده ممكن يستخدم في عمليات القتل، انك عامل لواحد كوبايه ينسون وتحط فيه شويه هيملوك مش هيحس باي حاجه غير هو بيموت. طب انا ازاي افرق ان اللي قدامي ده انايس ينسون مش مخشوش بالهيملوك؟ اجيب شويه كيو اتش واحطهم على الباودر، لو شميت سترونج ماوس اودر ريحه شبه ريحه الفيران، وانا ما اعرفش يعني ايه سترونج ماوس اودر، يعني ريحه فيران انا مش فاهمها بس هو كاتب كده، لو شميت ريحه شبه ريحه الفيران فمعناها ان الانايس ده مخشوش بالهيملوك. ايه السبب؟ ان الكونين بتاعي ده بيحصل له عمليه اسمها ليبريشن، يعني لما احط كيو اتش عليه بيبدا يطير فبيظهر ريحته شبه ريحه الفيران. واكتب لي معلومه هنا بقى، ان الكونين ده يا شباب فولاتايل الكالويد، ده سؤال امتحان، فولاتايل الكالويد، فولاتايل الكالويد، مهم اول معلومه دي، الكونين فولاتايل الكالويد. يبقى اهو اول كيميكال تيست، الكونين زائد الان نيترو بروزايد بيديني ريد كلر، اما الهيملوك اللي هو برده الكونين اللي هو يعني الكونيوم ايا كان الاسم، لو حطيت عليه كيو اتش بيديك سترونج ماوس لايك اودر، ريحه قويه جدا شبه ريحه الفيران. ليه؟ لان بيحصل ليبريشن للكونين، ليبريشن للكونين يعني بيتطاير. ليه؟ لان الكونين الكالويد، بس الكالويد ده فولاتايل متطاير. وهنا لو قال لك انهي كيميكال تيست من دول بستخدمه تو ديتكت الادلتريشن اوف انايس، عشان اعرف ان الانايس مخشوش بالهيملوك، الكيميكال تيست الثاني ان انا اضيف كيو اتش، مهمه وبتيجي في الامتحان. يبقى انا عاوز اعرف يعني الكونيوم الاستخدام امتحان، وده كمان امتحان، وتعرف ان سقراط انتحر بيه، وتعرف ان هو الكالويد وتوكسيك. تمام، مهم جدا الكيميكال تيست بتوعه الاثنين بيجوا في الامتحان. كده خلص الاربعه نباتات اللي موجودين عندنا في البيبريدين الكالويد، طولنا فيهم شويه معلش لكن لازم نشرحهم بالتفصيل. بعد كده احنا كنا سايبين مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاندول الكالويد، الاندول الكالويد، الاندول الكالويد يا شباب اللي هم في صفحه الصفحه اللي على الدور دي، وهما برضو تقريبا خمسة الكالويد هندرسهم بالتفصيل، ولما نخلصهم يكون كده الجزء خلص، الجزء بتاع الالكالويد خلص، بس فيهم كلام كتير وفيهم شرح كتير، فانا عايزك مركز معايا كده، يعني لو عاوز توقف الفيديو دقيقتين وتقوم تعمل كوبايه شاي كده وتفوق مفيش مشكله. الاندول الكالويد، اول معلومه عن الاندول الكالويد يا شباب ان هي فيها بيرول رينج، بيرول رينج،
الاندول بطبيعتها ما فيهاش بايرول رينج، لكن اللي احنا هندرسه النهارده كلهم فيهم بايرول رينج. ايه الفرق بين حلقه الاندول العاديه وحلقه البايرول؟ بص اقرا معايا كده وانا هوريك صوره دلوقتي. في حلقه البايرول النيتروجين بتاعها بيكون نوت بيزك، نوت بيزك. النيتروجين بتاعها بيكون ايه؟ نوت بيزك. يعني ايه نوت بيزك؟ لان اللون بير داخله في عمليه اسمها ريزونانس، يعني ليه حصل لها دي لوكاليزيشن، مش ثابته على الان، تتحرك من الان للرابطه اللي قبلها للرابطه اللي قبلها، دي لوكاليزيشن اوف لون بير الكترون. ده تيجي في الامتحان، لا انا متلخبط ومش فاهم حاجه. تعالى ناخدها مع بعض كده. بسم الله الهادي. اللي هم مين؟ فين كريستين وفين براستين؟ بص يا سيدي، دي الاندول، حلقه الاندول العاديه اهي. بص ادي حلقه سداسيه وجنبها حلقه تانية خماسيه فيها ان، تمام. بص الحلقه دي فيها كم دبل بوند؟ واحده بس. فهنا مثلا اللون بير اللي موجوده على الان دي لو اتحركت هتكمل؟ قال لي لا، الطريق بتاعها واقف مش تقدر تكمل. انما هنا بص البيرول بقى، لو خدنا حلقه البيرول دي وحطيناها هنا كده، ادي اللون بير اتحرك من هنا لهنا لهنا لهنا، الدبل بوند بتساعدها على الحركه، مكان اللون بير مش ثابت، يقدر يحصل لها ديكولايزيشن وتتنين من مكان للتاني. فكده الان بتاعتي مش بيزك. يا رب تكون قدرت اوصلها. المهم تبقى فاهم، ده سؤال امتحان. الاندول الكالويد بتاعتي تحتوي على بيرول رينج على عكس طبيعه الاندول، فالبيرول رينج دوت خلاها الان بتاعتنا نوت بيزك، فكده بيحصل دي لوكاليزيشن لللون بير، فالان بتاعتي مش بيزك، مش قاعديه، تمام؟ مش قاعديه. يا رب تكون وصلت. عندي خمس انواع من الالكالويد بتكون فيها اندول رينج. وهنا يا سيدي ابسط، الاستراكشرز بتاعتك مش مطالب بيها قوي الا في شويه فروقات كده انا هكلمك عنها. اول واحد منهم هو النوكس فوميكا. اول واحد منهم هو مين يا شباب؟ نوكس فوميكا، وده مهم جدا. وبرده خلي بالك النوكس فوميكا ده لما بيتاخد بكميات كبيره برده يكون بويزن او سم. يبقى انت سمعت قبل كده الكونيا ما هو اللي هو الهيملوك ده توكسيك، والنوكس فوميكا بكميات كبيره برده بيكون توكسيك يا شباب. اول حاجه السبيشيز بتاعته دراي درايب سيد. النوكس فوميكا ده درسناه برده في جزء السيد، اوف نوكس فوميكا من الاسم، بينتمي لعيله اسمها لوجينيسا فاميلي، سيبك منها. بعد كده تعال نبص على الاوريجن بتاعهم كلهم مع بعض عشان نخلص منهم عشان نخش على المهم. بعد النوكس فوميكا عندنا نبات اسمه الكالابار، والكالابار سيد برضو، يعني الكالابار دوت نوع من انواع السيد برضو، سيد اوف فايزوستيجما. بس كلمه فايزوستيجما دي هتفيدنا قدام شويه، سيد اوف فايزوستيجما. بعد كده عندك الفينيكا، والفينيكا دي ورده يا شباب، فحتى انت درستوها في جزء الهيرب، طالما هيرب يبقى استخدم اريال بارت، يبقى اريال بارت اوف كازرس روزس. روزس دي جايه من كلمه روز اللي هي ورده يعني، تمام. بعد كده الروليفيا، والروليفيا ده درسته برده في كوكو 2 في جزء الاندر جراوند، هي روت ورايزوم، من اسمها برده روليفيا، اسمها روليفيا سيربنتانيا، وسيربنتانيا دي نوع من انواع الاكتف كونسيد، ما تسيبك منها برده. الايرجوت الكالويد ده لوحده هنشرح الاوريجن بتاعه لوحده لانه قصه. المهم سيبك من الاوريجن بتاعه كله ما توجعش دماغك. النوكس فوميكا بقى الكاركتر بتاعته، احنا قلنا ان هو عباره عن مجموعه من الاندولز، وكان زمان بيستخدموه في اوروبا ان هم يسموه بيه الحيوانات، فبس تعرف الكلمه دي. داي هيدرو اندول، يعني اندول منزوع منه 2 ميه، في القرن ال 16 كان في اوروبا بيستخدم لتسمم الحيوانات، تو انيمال بويزنج، عشان يسموه بيه الحيوانات. انا عندي نوعين من الاكتف كونستيتوانت او الالكالويد اللي موجوده في النوكس فوميكا، وده سؤال امتحان. واحد اسمه سترايكين وواحد اسمه بروسين، والفرق بينهم بقى في الاستراكشر في الكيميكال تيست لازم تيجي لك في الامتحان، سترايكين وبروزين. اول فرق بين الاثنين وانت علم بنفسك بقى. انا عندي ماده اسمها اسيتون، الاسيتون ده زي الميه كده يعني، بستخدمه عشان ادوب بيه مواد وما بيدوبش مواد ثانيه. الاسيتون يدوب لي البروسين، لكن السترايكين تقريبا ما بيدوبش، يعني فيري ليتل سوليبل، تقريبا بعتبره ان هو ما بيدوبش في الاسيتون. يبقى الاسيتون ديسولف البروسين بات سترايكين فيري ليتل سوليبل، وده اول فرق بينهم. علم معاك عشان نعد الفروقات مع بعض. الفرق الثاني ان السترايكين امايد، مونو اسيديك بيز، امايد، افتكر كلمه امايد بس. اما البروسين هو عباره عن سترايكين بس متضاف له داي ميسوكسي، داي ميسوكسي. بص داي ميسوكسي، داي ميس يبقى اثنين ميسايل، واوكسي يبقى اثنين اوكسايد. تعال نشوفها كده مع بعض وانت بص بس الفرق في الاستراكشر. بسم الله الهادي. بص يا سيدي ده الفرق بين السترايكين والبروسين، ركز معايا كده. بص يا سيدي ادي الاسترايكين اهو،
ستراكشر كامل ولا كأنك شايفه يعني، ولا كأنك ليك علاقة بيه. أنا عاوز بس أجيب لك حاجة أسهل توضح لك إن هما اتنين أكسجين واتنين ميثايل. مش عارف والله راحت فين الصورة اللي أنا كنت عايزها. أه أهي ده الاسترايكين أهو يا شباب، نفس الاستراكشر جابه حطه هنا وراح مزود لك هنا اهي، ادي اكسجين وادي التانية وادي ميثايل وادي التاني، عشان لو جالك استراكشر ضخم كده في الامتحان غريب كده يخوف، وفي الاخر لقيت ان اللي جنبه واحد طالع منه اكسجين واكسجين وميثايل وميثايل، تعرف ان ده الاسترايكين، والبروتين هو طالع منه 2 اكسجين و2 ميثايل زياده. تمام يا شباب، يبقى تبقى فاهم. ادي اول فرقين بين الاسترايكين والبروتين. الفرق الاولاني ان الاسيتون يدوب البروتين حلو قوي، وعلى فكره السبب ان يدوب البروتين هو وجود الدايميثوكسي دي، لكن في الاسترايكين ما بيدوبوش كويس. الاسترايكين امايد، البروسين برضو امايد متضاف عليه دايميسوكسي، فغير من تركيبه خالص، دايميسوكسي سترايكين، يبقى البروسين دايميسوكسي. يبقى اول فرق اهو، البروسين يدوب حلو في الاسيتون وعباره عن دايميسوكسي سترايكين. تعال نشوف الاستخدامات بقى. سي ان اس ستيمولانت، سي ان اس ستيمولانت، سي ان اس ستيمولانت، وقلنا فوق ان هو بويزنج، فيقول لك هو ديدلي بويزنج. ديدلي بويزنج، بويزنج ازاي بقى؟ بص، هو اي سم في الدنيا بيتاخد، يا اما يكون زي الاكونايت يخلي الشخص حركته تبدا تقل خالص وما يعرفش ياخد نفسه ويموت، او الانواع التانية من السموم يا شباب ان هو يخلي الشخص يجيله تشنجات شديده جدا، يقعد يتشنج كده لحد ما يموت. فيقول لك ده بيعمل حاجه اسمها فايولنت كونفالجن، يعني تشنجات شديده جدا لحد ما الشخص تلاقيه هدي ومات. عارف بالظبط ايه؟ لو انتوا اشتغلتوا في الفارما حقنتوا الفيران لما كنتوا بتحقنوا سترايكين، كان بيقول لك استنى شويه هتلاقي الفار بتاعك قاعد يتشنج كده وبعدين مات. اهو ده الاسترايكين، لو كنتوا اشتغلتوا الحقن في الفارما، او ممكن تاخدوه بقى الترم التاني اللي هو هتحقنوا الفيران، تحقنها نيكوتين واسترايكين وغيره، لما تيجي تحقن الفار بالاسترايكين هتلاقي الفار قاعد يتشنج كتير جدا كده لحد ما يموت. حتى بيقول لك احنا بنستخدمه في المعامل عشان اجرب على الفيران التاثير بتاعه. فيقول لك الاسترايكين اول حاجه سي ان اس ستيمولانت ديدلي بويزن، سم بيقتل، لانه بيعمل حاجه اسمها فايلنت ماسكولار كونفالجن، تشنجات شديده جدا في العضلات بتاعته. حتى بيقول لك بعد كده ايه، انديوسز الكونفالجن، بيعمل تشنجات ان اللاب انيمال، في الحيوانات اللي احنا بنستخدمها في اللاب عشان ادرس التاثير السيداتيف والانتي ليبتيك دراج، اللي هي يعني الحاجات المضاده للصرع، الادويه المضاده للصرع، بدرس تاثيرها. ايه يا عم انا مش فاهم معنى الكلام ده؟ يعني انا هحقن فار بسترايكين كميه قليله مش كبيره قوي، فالفار هيحصل له كونفالجن، تمام؟ فانا عندي دواء بيعالج الصرع، ما هو المريض اللي عنده صرع ده برضه بيحصل له تشنجات، فانا عاوز اشوف الدواء ده فعلا ممكن يقلل الكونفالجن اللي عند الفار ولا لا، بروح احقنه بعد الاسترايكين. لو الفار بدا يهدى والتشنجات قلت، يبقى انا فهمت ان الدواء ده ينفع يعالج المرضى اللي عندهم الصرع ويقلل التشنجات اللي بتجيلهم. فهمت التاثير جاي منين؟ يبقى الاسترايكين انا بستخدمه عشان اجرب ادويه مضاده للتشنجات وللصرع على الفيران، احقن الفار باسترايكين فيجي له تشنجات، فاروح مديله الدواء بتاع المضاد للصرع او التشنجات، فلو الفار هدي يبقى الدواء ده ينفع استخدمه. يبقى انا بحقنه للفيران فيعمل لها تشنجات، فاديله دواء مهدئ للفار او دواء انتي ليبتيك، يعني دواء مهدئ سيداتي فدواء انتي ليبتيك يعني مضاد للصرع، لو الفار هدي يبقى الدواء ده ينفع كويس قوي. برضه بويزن فور رات اند اذر انيمال، يعني بستخدمه كسم للحيوانات، ولسه قايلينها فوق ان هم زمان كانوا بيستخدموه. البروسين يا شباب احنا قلنا في فرق، اول فرقين بينه وبين الاسترايكين ايه؟ اول حاجه ان البروسين بيدوب في الاسيتون، تاني حاجه ان البروسين عباره عن دايميثوكسي سترايكين. رغم كده ان البروسين هو نفس تاثير الاسترايكين لكنه اضعف منه 50 مره. البروسين هاز سيميلر افكت، سيميلر يعني مش نفس القوه، نفس التاثير، يعني مثلا ده بيعالج الصداع يبقى ده بيعالج الصداع، لكن القوه بقى ماتش ويكر. البروسين 1 على 50 من قوه الاسترايكين، البروسين 1 على 50 من قوه الاسترايكين. كيميكال تيست، وده سؤال امتحان لازم يجي لك في الامتحان، لو قال لك ازاي تفرق بين الاثنين، او لو قال لك مين في دول بيديني الناتج مع كل ماده هحطها، لو ضفت اتش ان او 3 اللي هو كونك نيتريك مع الاسترايكين يديني لون يلو، عشان ما تنساهاش، يلو اللي فيها حرف الواي يبقى سترايكين اللي فيها حرف الواي مع كونك اتش ان او 3، تمام؟ طيب مع البروسين يديني لون ريد، بالله عليك ما تنسى، اهو يلو يبقى سترايكين، يلو اللي فيها الواي يبقى سترايكين بالواي، الريد يبقى البروسين. يبقى اول حاجه لو ضفت اتش ان او 3 يديني اصفر مع الاسترايكين واحمر مع البروسين. كيميكال تيست الثاني، لو حطيت اتش 2 اس او 4 كونك ومعاه اللي هو بوتاسيوم كروميت اللي هو كي 2 سي ار او 7 اللي هو بوتاسيوم كروميت، هيديني لون احمر او ريدش فايلوت تو بيربل، بيربل ريدش فايلوت تو بيربل، ريدش فايلوت تو بيربل. يبقى انا يهمني الكيميكال تيست الاولاني قبل ما اروح للاثنين اللي بعديه. لو ضفت كونك نيتريك يديني يلو مع الاسترايكين، واي مع واي، وريد مع البروسين. الكيميكال تيست الثاني او الاثنين اللي التانيين خاصين بالاسترايكين لوحده بقى، لو ضفت كونك سلفوريك مع بوتاسيوم داي كروميت على الاسترايكين يديني ريدش فايلوت تو بيربل. اما لو ضفت ريجنت مهم جدا اسمه مندلين ريجنت، ده كان علينا في العمل لو تفتكروا، المندلين تيست مع الاسترايكين كان بيديني فايلوت تو بلو كلر.
فايلوت تو بلو كلر، يبقى المندلين ريجنت او المندلين تيست مع الاسترايكين بيديني فايلوت تو بلو كلر، وده سؤال امتحان سواء تشوز او ترو فولس. يبقى انت عندك الكيميكال تيست الاولاني امتحان وده امتحان، واللي في النص يعني مش هنخسر حاجه. بعد كده بقول لك ممكن تعمل، انا عاوز اعرف كميه الاسترايكين اللي موجوده في النبات، اعرفها ازاي؟ ما خلاص بقى انا اللي يهمني الاسترايكين لانه اقوى من البروتين بكتير. يقول لك بتروح مكسر البروتين، طب يجي واحد ذكي يقول لي اكسر البروتين ازاي؟ ما انت عارف ان هو بيدوب في الاسيتون، دوب النبات بتاعك في اسيتون او الباودر، الاسيتون يروح خارج بالبروتين ويسيب لك الاسترايكين، وتبدا تعمل بقى كوانتيتيف ديترمينيشن للاسترايكين عن طريق الاسيد بيز تيتريشن. اسيد بيز تيتريشن تمام. يبقى بعمل كوانتيتيف، بعرف كميه الاسترايكين اللي موجوده في النبات بتاعي عن طريق الاسيد بيست تريشن. امتى؟ لما اكسر كل البروتين اللي موجود جوه، افتر ديستراكشن اوف بروتين. يبقى ده كله احنا بنتكلم في نبات اسمه ايه؟ النوكس فوميكا، اللي هو في مادتين فعالتين اللي هم الاسترايكين والبروتين، والفرق بينهم حاجات كتير قوي. اول حاجه ان البروتين بيدوب في الاسيتون، وان هو عباره عن دايميسوكسي استرايكين. تاني حاجه دول اول حاجتين. الحاجه الثالثه ان الاسترايكين بيديني لون يلو مع الكونك نايتريك، اما البروتين ما بيديني لون ريد. استخداماتهم ايه؟ عباره عن بويزنينج، بستخدمهم ان انا بعمل بيهم كونفالجن للحيوانات اللي بستخدمها في اللاب عشان اجرب عليهم الانتي ليبتيك كوسيداتيف دراج. إيه لازم تعرف ان قوه الاسترايكين احسن من البروسين 50 مره. يا رب تكون وسط. بعد كده النبات الثاني وهو الكالابار بينز. الكالابار بينز افتكر بس ان السبيشه بتاعته فيها كلمه اسمها فايزو ستيجما. ليه يا سيدي؟ لان الالكالويد الاساسيه اللي فيه اسمها فايزو ستيجمين. فايزو ستيجمين، عارفين الفايزو ستيجمين ده عكس مين؟ انتوا لسه ممتحنين فارما بقى وكده، عكس الاتروبين. يعني هو ضد الاتروبين في كل حاجه الفايزوستيجمين ده. الاسم التاني بتاعه اسمه ايزيرين، يبقى الفايزوستيجمين او الايزيرين. عموما الماده الفعاله الاساسيه اللي موجوده في الكلابار اللي هو الفايزوستيجمين ده، افضل حاجه انك تحفظه بعيد عن الهواء وبعيد عن الضوء والحراره. ايه السبب؟ لانها بتغير من الفيزيكال كاركتر بتاعته، بتغير من الخواص الفيزيائيه بتاعته، ممكن يحصل له هيدروليسيس اصلا. وهو اصلا كلرليس، فبعد لو اتعرض للحراره والضوء بيكتسب لون، فمعناها ان الفيزيكال كاركتر بتاعته اتغير. فيقول لك اول معلومه عنه ان هو كلرليس، الهيت واللايت والاير بيخلوه بينك كلر، وده عباره عن بيرول اندول. بيرول اندول، واحنا فهمنا يعني ايه بيرول اندول؟ يعني الان في دبل بوند حواليها، ففي دي لوكاليزيشن للون بير، بيبدا يتحرك تمام. والنوع ده من المواد زي ما قلنا ان ستيبل، لو عرضته للحراره او الضوء او غيره هيبدا يتاثر. It is unstable. Unstable. وخلي بالك من ان هو سيرشري مونو اسيدك بيز، دي سيرشري مونو، سيرشري مونو. Unstable عشان كده لازم احفظه في الـ air tightening tight container، يعني احفظه في كونتينر مقفول كويس قوي بحيث ان الهواء ما يخترقش الكونتينر ده. With the exclusion of light، وكمان يبقى الكونتينر دوت غامق معتم عشان الضوء ما يدخلش ليه، لانه unstable. حتى احنا شفنا هنا لما اتعرض لللايت والاير تحول اللون بتاعه، فمعنى ان تحول اللون يبقى فيه في تغير حصل، في تغير حصل. نفس الكلام احنا كده اتكلمنا عن تاثير الضوء والهواء، لكن تاثير الحراره ايه بقى؟ انك لو عرضت النوع ده من المواد للحراره يحصل له هيدروليسيس، فهكسر الماده الفعاله. فيقول لي الفايزو ستيجمين سوليوشن شودنت بي هيت استرلايز، يعني انت لو عاوز تعمل له استرلايزيشن تعقيم، بلاش تستعقيم باستخدام درجات الحراره العاليه، لان ده يعمل له هيدروليسيس. ولو اتحلل هيديني ايزيرولين ثاني اكسيد كربون وميثايلاماين، وده سؤال امتحان بيجي دايما في التشوز او ترو فولس، ان الفايزو ستيجمين لو اتعرض لدرجات حراره مرتفعه او استخدمت معاه الهيت استرلايزيشن سواء بدرجات حراره او بالكالاين، يعني ضفت عليه قلوي قوي، ساعتها هيتحلل لثلاث حاجات ايزيرولين وسي او 2 وميثايلاماين. ده سؤال بيجي في الامتحان، الثلاثه دول بيتحول ليهم. يبقى تاني اهو الفايزو ستيجمين حاجه حساسه جدا، لان لو اتعرض للهواء وللضوء هيبدا يحصل له هيدرو، هيبدا يتغير الفيزيكال كاركتر بتاعته، يتغير الفيزيكال كاركتر بتاعته. فلازم احفظه في اير تايت كونتينر، يعني كونتينر ما يدخلش الهواء، واكسكلوجن اوف لايت الضوء ما يدخلش ليه. الحاجه الثانيه لو اتعرض للهيت استرلايزيشن على درجات حراره مرتفعه ممكن يتحل هيدرولايز، ولو اتعرض لالكالين قوي هيتحل. لو اتحلل هيديني مين؟ ايزيرولين وسي 2 وميثايلاماي. الفايزو ستيجمين يا شباب وليه استخدامين بيجوا في الامتحان دايما. الفايزو ستيجمين من اشهر الادويه اللي بتستخدم في علاج الزهايمر والجلوكوما. تريتمنت اوف الزهايمر، يستخدم في علاج الزهايمر، يستخدم في علاج الزهايمر، يستخدم في علاج الزهايمر. تاني اهو لان ده سؤال امتحان، تريتمنت اوف الزهايمر، تريتمنت اوف الزهايمر مهمه جدا وبتيجي في الامتحان، يستخدم في علاج الزهايمر. تاني حاجه يستخدم في علاج الجلوكوما، واحنا قلنا لو تفتكروا ان الاتروبين تفتكروا من الفارما بقى من كوجن وان زي ما يكون بيعمل مايدراسيز للعين، فممكن يوسع حدقه العين لدرجه ان يحصل جلوكوما. فانا بستخدمه بعد ما لو الاتروبين عمل مايدراسيس بشكل قوي جدا، بستخدم الفايزوستيجمين عشان ما يحصلش جلوكوما، لان المايدراسيس بيكون عالي. يوز ذا افتر الاتروبين تو ستوب المايدراسيس، بيوقف المايدراسيس بتاعت الاتروبين. يبقى لو جاب لك في الامتحان مثلا وقال لك ان الفايزوستيجمين انتي دوت للاتروبين، صح
انتي دوت للاتروبين. يبقى انت عندك دوايين او نباتين في جزء الالكالويد كله بيعالجوا الجلوكوما. اول واحد البايلوكاربين، وده سمعناه في الفيديو اللي فات او اللي قبليه بقى قبل الميد تيرم بقى، بيستخدم في علاج الجلوكوما. وبرده عندك هنا الفايزوستيجمين بيستخدم في علاج الجلوكوما. النوع ده من المواد برده بيحفز العصاره المعديه انها تشتغل، بيحفز العصاره المعديه انها تشتغل، بيقول لك بيزود حاجه اسمها البريستاليسيس اكشن. يعني بمعنى ايه يا شباب الكلام ده؟ انا في مريض داخل يعمل عمليه، طبيعي الدكتور هيخدر المريض ده، فبيدي له ادويه تظبط المعده بحيث ان المريض مثلا ما يرجعش وهو اثناء العمليه، افرازات المعده ما تخرجش على القفص الصدري وهو شغال، لان الدكتور بيدي له تنفس من الخارج، فاحنا بنظبط حركه المعده خالص. بعد ما العمليه بتنتهي عاوزين نشغل معده المريض تاني، فبندي له حاجه زي الفازوستيجمين تشغل المعده تاني. بيقول لك ستيميوليت الانتستينال بريستاليسيس، بس بتشغل العصاره والحركه المعديه في الامعاء وغيره افتر الاوبريشن، بعد ما انا هديتها اثناء العمليه. بيقول لك الفايزوستيجمين بيكون له انالوج. يعني ايه انالوج يا شباب؟ يعني اخواته، ناس بتشتغل زيه. الانالوج يعني اخواته، ناس نفس التاثير بتاعه، بالعكس دول اقوى منه واكثر ثباتا منه، لان احنا عرفنا فوق ان الفايزوستيجمين ان ستيبل، فالانالوجز بتاعته اخواته اللي بيشتغلوا زيه مور ستيبل اند ايكوالي بوتنت، وتقريبا نفس القوه. ايكوالي بوتنت يعني نفس القوه، هم مين؟ النيوستيجمين والبيرودوستيجمين. يبقى هم، عشان ممكن يجي في الامتحان يقول لك ايه، انا عاوز اعالج الجلوكوما لكن الازازه اللي هصنع منها القطره دي معرضه للهواء او للضوء، او هعمل لها استرايزيشن باستخدام درجات الحراره، فالافضل اختار مين من الجايين، فايزوستيجمين نيزوستيجمين بيرودوستيجمين، ولا بي وسي مع بعض؟ هيبقى بي وسي مع بعض لانهم مور ستيبل عن الفايزوستيجمين. يا رب تكون وسط. يبقى الفايزوستيجمين ان ستيبل، فابعدوا عن الحراره والضوء والهواء، ولو اتحلل بالالكالويد هيديني ايريزولين وسي او 2 وميثايلامين. ده سؤال تشوز، بيستخدم في علاج الالزهايمر والجلوكوما، ده سؤال امتحان. بيقفل بيوقف المدرسه بعد الاتروبين، ده سؤال امتحان. بيحفز الانستيريا الباراليسيس بعد الاوبريشن، ده سؤال امتحان. واخواته الاقوى اللي هم نفس القوه لكن مور ستيبل، اللي هم النيستيجمين والبيرودستيجمين، ده برضه سؤال امتحان. اللي بعد كده اخونا اللي اسمه الفينكا الكالويد، ممكن تكون سمعتوه قبل كده وفاكرين اشهر اثنين ليه هما الفينكريستين والفينبلاستين، اشهر الكالويد موجودين في الفينك، في ظاهره الفينك. لكن في فرق بين الفينكريستين والفينبلاست، الاثنين الكالويد شبه بعض بالظبط. الفرق ان الفينكريستين ده بيكون فيه فورمايل جروب، اما الفينبلاستين ده بيكون فيه ميثايل جروب. يبقى في فرق بينهم، الفينكريستين بيكون فيه فورمايل جروب والفينبلاستين بيكون فيه ميثايل جروب. بص يا سيدي، ده الفينبلاستين اهو، هو شبه الفينكريستين في كل حاجه، الاثنين كده رسمه ملعبكه. الفينبلاستين الان دي خارج منها ميثايل بس، يبقى ده اسمه فينبلاستين. اما الفينكريستين هتلاقي الان دي خارج منها مجموعه فورمايل. تمام، ما تهمنيش، هنبص عليها كمان شويه تاني. المهم تبقى فاهم عشان الاسئله النظري، يقول لك الفينكريستين يبقى فورمايل جروب، الفينبلاستين ميثايل جروب. ولو تفتكر انت من الفارما اي حاجه بتشيل ميثايل تبقى مور لايبوفيريك، يبقى تقدر تعدي البلاد برين بارير تبقى مور بوتنت، فيقول لي هنا الفين بلاستين اقوى من الفين كريستين لانه كده بقى مور لايبوفيريك لان في ميثايل. يبقى اهو الفين كريستين في فورمال جروب، الفين بلاستين في ميثايل جروب، فكده يبقى الفين بلاستين مور اكتف از مور لايبوفيريك لانه كده مور لايبوفيريك فيقدر يعدي البلاد برين بارير. كان زمان الفين كريستين والفين بلاستين يا شباب في الفوك ميديسين اللي هو الطب الشعبي كانوا بيستخدموا كانتي دايابيتك، يعني لو واحد عنده السكر بنستخدم معاهم الادويه دي عشان نعالج المرض ده لانهم ليهم هايبوجلايسيميك افكت. ده كان زمان، لكن دلوقتي الاستخدام ده مش منتشر، دلوقتي بيستخدموا في حاجات اهم بكتير. يوزد ان الفوك ميديسين از ريميدي اوف دايابيتس، في علاج السكر، لانهم ليهم هايبوجلايسيميك اكتيفيتي، يعني تاثير مضاد او خافض للسكر في الدم. الفين بلاستين وفين كريستين، اسئله امتحان السؤالين الجايين دول، ركز معايا بقى. الفينبلاستين بيعالج نوع من انواع السرطان اسمه الهوجكن ديزيز. هوجكن ديزيز يا شباب معناها اللي هو ليمفاتيك كانسر، يعني سرطان في الخلايا الليمفاويه. هوجكن ديزيز سرطان في الخلايا الليمفاويه، سرطان في الخلايا الليمفاويه. تمام، يبقى ده هوجكن ديزيز بيعالجوا مين؟ الفينبلاستين. طب الفينكريستين، طب ايه كلمه انكوفين ده؟ انكوفين ده الاسم التجاري بتاعه، يعني دي حقن موجوده في السوق اسمها انكوفين، بتعالج الكانسر، بتعالج اي نوع من الكانسر؟ سرطان الدم في الاطفال، وبيتعالج الكارسينومز اللي هو يعني في الخلايا، والسيمينومز اللي هو السرطان يعني في التستس، اللي هو يعني بيأثر على افراز الحيوانات المنويه عند الرجال وتقريبا بيموتها في التستس، يعني مكان افراز السيمينز عند الرجال. فيقول لك ايه بقى، الفين بلاستين بيعالج الهوجنج ديسيز اللي هو سرطان الخلايا الليمفاويه، الفين كريستين استخدم في علاج اللوكيميا ان تشيلدرن اللي هو سرطان الدم في الاطفال، والكارسينومز والسيمينومز. افتكر لي بس ان الفينكريستين بيعالج اللوكيميا في التشيلدرن، ده سؤال امتحان، سرطان الدم في الاطفال، وبيعالج السيمينومز، السيمنز سرطان في منطقه افراز السيمنز عند الرجال.
الفينبلاستين بيعالج الهودجنج ديزيز، وده سؤال امتحان برضه، يا لازم تفرق لي بين الاثنين لانها هتجيلك في الامتحان، يعني هتجيلك في الامتحان كويس، مفيش كيميكال تيست عليك ليهم. يبقى الفينكا فينكريستين وفينبلاستين في كام فرق بينهم؟ اول حاجه ان الفينكريستين فيه فورمال جروب، الفينبلاستين فيه ميثايل جروب، فيكون مور لايبوفيلك ومور بوتنت، يستخدموا في الفوك ميديسن في علاج السكر لانهم هايبوكلايسيميك. لكن الاهم بالنسبه لي الفينبلاستين بيعالج الهودجنج ديزيز، اما الفينكريستين بيعالج اللوكيميا في الاطفال وبيعالج السيمينومس. بعد كده عندنا قبل الاخير وهو اسمه الروليفيا الكالويد. الروليفيا ده يا شباب حتى اسمه التاني سنيك روت، يعني بنسميه كده نبات جزر التعبان، سنيك روت بلانت الروليفيا الكالويد اللي هو نبات جزر التعبان. واكتب لي كده فوق بالعربي اي حاجه نفسيه، الروليفيا اغلب استخداماته نفسيه، اغلب الاكتف كونسيون اللي فيه بتعالج المشاكل النفسيه، واحد مجنون، واحد متعصب، واحد عنده الضغط بسبب مشاكل نفسيه بيتعرض لها، كلها حاجات ليها علاقه بالنفسيه. يبقى الروليفيا او السنيك روت بلانتس، انديان سنيك روت بلانتس، جزر التعبان، انديان سنيك روت بلانت، نبات جزر التعبان. اشهر الكالويد فيه اسمه الريزربين، هو في اثنين مشهورين فيه، الريزربين والاجمل سين، الاثنين دول مهمين، بيحتوي على الريزربين واجمل سين، ريزربين واجمل سين، دي اللي عايزك تحفظها في المربع ده كله. يبقى الروليفيا نبات تعرف الاسم الثاني للسنيك روت بلانتس، وفي ريزربين واجمل سين. اول حاجه الريزربين ده مشهور جدا ان هو بيقلل الضغط في الجسم، بيقلل الضغط، ريديوس البلاد بريشر، يبقى انتي هايبرتنسيف او هايبوتنشن دراج. يبقى الريزربين لور البلاد بريشر، وسيمباتو سيمباسولايتك، ما تهمنيش او سيمباسولايتك، ان هو لور البلاد بريشر، لور البلاد بريشر. بص تاني، اي حاجه ليها علاقه بالروليفيا، اي حاجه تاثيرها نفسي. فمثلا الريزربين بيقلل البلاد بريشر لانه سيمباسولايتك، بيهدي السيمباساتيك عندنا. تاني حاجه سيداتيف، يعني مهدئ، ريلاكس برضه مهدئ، يعني بيعالج الانكزايتي اللي هو الارق، ديو تو ترانكولايزر. معنى كلمه ترانكولايزر يعني مهدئ قوي جدا وسؤال امتحان. طب ما ايه الفرق بين ترانكولايزر وسيداتيف؟ ترانكولايزر تاثيره اقوى بكتير وله علاقه بالنفسيه، وده هيجي لك في الامتحان. الترانكولايزر الوحيد اللي عندك في المنهج هو الروليفيا اللي هو السنيك روت بلانت، ترانكولايزر، ترانكولايزر اسمه سنيك روت بلانت، نبات جزر التعبان، يبقى بيعالج السنيك بايت، بيعالج عضات التعابين، سنيك بايتس، سنيك بايتس، بيعالج السنيك بايت، سؤال امتحان. وبيعالج المادنس الجنون، يعني بيعالج المادنس اللي هو مين؟ الجنون، بيعالج المادنس. طيب احنا قلنا ايه الاكتف كونستيتوت اللي موجوده فيه؟ ريزربين واجمل سين، دول الكالويد، ريزربين واجمل سين. قدرنا نشتق، يبقى تاني هو بيعالج المادنس، الوحيد اللي بيعالج المادنس، والوحيد اللي بيعالج السنيك بايت، والوحيد اللي ترانكولايزر، ده كل امتحان. قدرنا نشتق من الالكالويد بتاعه الروليفيا سيمي سينسيتيك الكالويد اسمه ايه بقى؟ سايرونو سينوجوبين، سايرو سينوجوبين، سايرو سينوجوبين، ده اشتقته منين؟ من الريزربين. طب ايه المشكله؟ طب انا عندي كده كده الريزربين بيقوم باستخدامه. ببساطه الريزربين فعلا انتي هايبرتنسيف، لكن ما ينفعش واحده حامل عندها الضغط تديها ريزربين. فلقينا ان احنا ممكن نشتق منه ماده اسمها سايروزينوجوبين، تاثير اثاره الجانبيه على الحامل اقل بكتير من الريزربين. سيمي سينسيتيك الكالويد سيميلر تو ريزربين، ات از يوزد ان هايبرتنشن تيودو بريجنانسي، الضغط العالي بسبب الحمل، لانه ليه فيور سايد افكت، ده سؤال امتحان. سايرو سينوجوبين، سايرو سينوجوبين، سؤال امتحان مهم جدا. تعال نرجع نجيب الروليفيا مع بعض. سنيك روت بلانت يبقى بيعالج السنيك بايت وبيعالج المادنس، في اكتف كونستيتوانت اسمها ريزربين واجمل سين، الريزربين بيقلل الضغط المرتفع وبيعمل ريلاكسيشن وسيداتيف وترانكولايزر فيعالج الانكزايتي، مهدئ قوي جدا. صنعت منه السايرو سينوجوبين، اخوه بيعالج الضغط الدم المرتفع في الحامل لانه ليه فيور سايد افكت. بعد كده بقى عندنا اخونا اللي هنختم بيه كل حاجه اللي هو الارجت الكالويد. بصوا يا شباب، مثلا في النوكس فوميكا كان النبات بيفرز استرايكين وبروسين، وفي الكالابار بين كان بيفرز فايزوستيجمين، وفي الفينكا كان بيفرز الفينبلاستين والفينكريستين، في الروليفيا كان بيفرز الريزربين والاجماليسين. الارجت الكالويد النبات ما بيفرزش الارجت الكالويد من لوحده. فاكرين في كوجنو 2 كنت بتدوس الارجت ده كنا بنسميه حاجه اسمها صدأ القمح، ان في حشره بتيجي تضع البويضات بتاعتها على او البويضات بتاعتها على المبيض بتاع القمح، فبعد كده بيبدا يفرز الماده الفعاله لحمايه نفسه اللي هو كنا بنسميه صدأ القمح، ارجوتيزم. فالاوريجن بتاعه مختلف تماما عن اي اوريجن في دول قبل كده. ايه هو الاوريجن بقى؟ ان بتكلم عن بقول اوريجن للحشره واوريجن للنبات. الاوريجن بتاع الحشره اسمه درايد سكلوريتيوم اوف ذا كلافيسيبس بيور بيوريا، يبقى ده الجسم بتاع الحشره وده الاسم بتاعها، بتضع البويضات بتاعتها ديفلوبد ان ذا اوفري على المبيض بتاع نبات القمح اللي هو الريبلانت، اللي بتعمل عليها اسمها جرامينيسا فاميلي. يبقى لو شفت كلمه كلافي سيبس بيور بيوريا تبقى عارف انت في الارجوت، شفت كلمه سكولوريتيا يبقى انت في الارجوت، لازم تحفظ الكلام ده. شفت ريبلانت يبقى انا في الارجوت. تمام، هو الارجوت ده ممكن يعمل ايه اصلا كحشره؟ يعني
ليربط ده قبل اي حاجه يا شباب مع الانسان او او النبات لو او الحيوان حتى او النبات لو اصابه بيسبب بيرنينج سنسيشن في الاكستريميتس، يعني بيسبب حرقان في اطراف الايد والرجل الصوابع، يعني ممكن يسبب تشنجات ويسبب فوميتنج اللي هو قيء واسهال، وفي الاخر ممكن يعمل نيكروسيز يعني تحلل في الاعصاب الطرفيه. كل ده مرض اسمه ايرجوتيزم، ده تسمم. يبقى لو واحد اكل حاجه فيها اللي هو الفضلات بتاعت الارجوت او البويضات بتاعتها او الحشره لدغت شخص ايا كان، يعني بيحصل دايما انه يحصل ببيرنينج سنسيشن في الاكستريميتس اللي هو اطراف ايده ورجله، بيحصل فيها بحرقان شديد جدا وتشنجات وقيء واسهال، وفي الاخر المهم تعرف ان المرض اسمه ايرجوتيزم. يبقى ايرجوت كان كوز بيرنينج سنسيشن في الاكستريميتس. افتكر كلمه اكستريميتس دي، اطراف ايده ورجله فيها كونفالجن فوميتي بيرجع ضيريه اسهال ونيكروسيس في الاكستريميتس، خلاص بقى الراجل بدات اعصابه الطرفيه كلها تتشل وتتحلل، ده كله اسمه ايرجوتيزم. ده توكسيستي. انواع المواد الفعاله اللي موجوده في الايرجوت تفتكرها كده، كان هما ثلاثه، اعرف لي ثلاثه هنقرا دلوقتي مع بعض، هما كتير بس احفظ لي ثلاثه: الايرجومترين والايرجوتامين والايرجوتوكسين. بص ايرجومتر، متر يبقى سباحه يبقى عوم يبقى ميه، الوحيد اللي يدوب في الميه الايرجومترين والمشتق منه متر، افتكرها بالمتر كده، يبقى ده ووتر سوليبل. انما التامين والتوكسين ما يدوبوش في الميه لانهم مش مترين زيه، يبقى ووتر ان سوليبل ما بيدوبوش في الميه، يبقى الايرجو توكسين والايرجو تامين. اما يدوب في الميه الايرجو مترين اللي هو بالمتر، الايرجونوفين ده مشتق منه. المهم تبقى عارف ان عندي ثلاثه اكتف كونستيتوانت اساسيين موجودين في الايرجو، الايرجو تامين والايرجو توكسين، دول ما بيدوبوش في الميه. انما الايرجو مترين بالمتر يعني سباحه متر كده في الميه، يبقى الايرجو مترين ومعاه الايرجونوفين. في بقى منهم سيمي سينثيتك، يعني حاجات بصنعها منهم زي الميثايل ايرجونوفين اللي هو جاي من اخونا ده، والال اس دي اللي هو اللايزرجيك اسيد، لايزرجيك اسيد، وده بيعمل هالوسينيشن، لايزرجيك اسيد بيعمل هالوسينيشن. يبقى تعالى نخلص منهم كده، يبقى الايرجوت تفهم الليله دي كلها، كلافيسيبس بيربيوريا على الريبلاند بيعمل مرض اسمه ايرجوتيزم وده بيعمل توكسيسيتي، احساس بالحرقان في الاطراف الاكستريمايتس وفوميتنج ودايريا، وبعد كده بيحصل التهابات في الاعصاب الطرفيه. بعد كده بيقول لك في كيميكال تيست او اتنين كيميكال تيست مشهورين قوي، اول واحد الكيلر تيست، بجيب سوليوشن من الايرجوت الكالويد، يعني الكالويد الموجوده في الايرجوت بحط عليها جلاشيال اسيتيك اسيد. الجلاشيال اسيتيك اسيد ده عباره عن ايه يا شباب؟ H2SO4 وفي سي ال 3 مع بعض هيديك لون ازرق. يبقى اهو هجيب انبوبه واخد الالكالويد بتاعت الايرجوت احطها في ميه ادوبها يعني، واروح ضايف عليهم جلاشيال اسيتيك اسيد اللي هو عباره عن ايه؟ اف اي سي ال 3 و H2SO4، يبقى يديني ايه؟ بلو كلر. يبقى الكيلر بيديني بلو كلر. طب الفان اورك، الفان اورك برده بجيب نفس المحلول بتاعي، شويه الكالويد في ميه واضيف عليهم فان اورك ريجنت، خليط كده من شويه مواد يديني بلو كلر برضو. اخر واحد بقى وده انت واختيارك، اليو في الالترا فايولت مع الايربي بيديني بلو فلوريسانس. انا اللي اعرفه والصح ان هي بتديني ريد فلوريسانس مش بلو، انت واختيارك، اللي موجود بلو لكن الصح ريد. ونصيحتي لو جات لك في الامتحان في ترو فولس ان الالترا فايولت مع الايرجوت بتديني ريد كلر او ريد فلوريسانس، اعملها صح ما تعملهاش غلط. ولو جات لك تكتب الاجابه ايه في اليو في بتديني ريد فلوريسنس وانت واختيارك، يبقى اليو في بتديني بلو فلوريسنس لكن الصح هي ريد. يبقى عندك ثلاثه ثلاثه كيميكال تيست، كيلر ازرق، فان اورك ازرق، يو في الله اعلم. الكيلر ده بعمل ايه؟ بجيب محلول اضيف عليه H2SO4 مع اف اي سي ال 3 اللي هو اسمه جلاشيال استيك اسيد يديني لون ازرق. الفان اورك اجيب فان اورك احطه على الالكالويد يديني لون ازرق. اليو في اللي هو مثلا يقول لك ايه؟ عشان ده قصه الدكتوره الدكاتره بيحكوا، يعني الدكتور بيحكيها، يقول لك انت مستورد شويه قمح من بره وعاوز تعرف ان القمح ده مصاب بالارجوت اللي هو صدع القمح ولا لا. ما لو مصاب بالارجوت تبقى مصيبه سودة، النبات هيموت. يقول لك بتروح جايبين عينه من القمح بتاعنا ده ونروح معرضينه لليو في، لو لقينا ان البودر بدا ياخد لون احمر ساعتها نعرف ان هو مغشوش او مصاب بمرض صدع القمح احمر، ده اللي انا اعرفه. تمام، مهمه جدا ثلاثه كيميكال تيست. احنا ندرس بقى الارجوت الكالويد بالتفصيل لان ما اتكلمناش عن استخداماتها. الارجوت الكالويد كلها يا شباب جايه من الدي لايزرجيك اسيد، الارجوت الكالويد كلها مشتقه من الدي لايزرجيك اسيد. يبقى الارجوت الكالويد كلها جايه منين؟ من الدي لايزرجيك اسيد. يهمني كويس قوي تعرف ان الدي لايزرجيك اسيد ده بيعمل هلوسينيشن، هلوسه يعني بيعمل هلوسينيشن. تمام، سيبك من عك ده كله، يبقى الدي لايزرجيك اسيد يعمل هلوسينيشن. احنا قلنا ان الارجوت في منه ثلاثه الكالويد هما الاشهر، الارجومترين والارجوتامين والارجوتوكسين. نبدا بالارجومترين، يبقى هما ثلاثة هما الارجومتر والارجوتامين والارجوتوكسين. الارجومتر ده بالمتر يبقى بيدوب في الماية، ما بيدوبش فيها بيدوب في الماية، سوليابل ان ووتر، سوليابل
ان ووتر. الارجومترين ليه ثلاث استخدامات. بص مش الارجومترين لوحده، كل اللي هنقوله عن الارجوت واخواته دلوقتي جاي في الامتحان اهو. الارجوت بالذات يا شباب شغل امتحان، الارجوت بالذات شغل امتحان. بس قبل ما اتكلم عنه بالتفصيل، تعالى افكرك بكام كده، كام حاجه اللي اتكلمنا عليها. فاكر لما كنت بقول لك الفرق بين الاسترايكين والبروسين ايه؟ ها، ان البروسين عباره عن دايمي سوكسي سترايكين، يعني هو نفس الاستراكشر بتاع الاسترايكين، حطيناه هنا وضفنا او او ميسايل وميسايل. ها فاكرها؟ دايمي سوكسي سترايكين، ده الفرق بينهم. تمام، ده الاستراكشر بتاع الفايزوستيجمين، ولا كانك شايفه ولا لك علاقه بيه. في تاني عاوزين نفرق بينهم كنت كلمتك عنهم، بسم الله الهادي، ده اللايزرجيك اسيد برضو هنتكلم عنه دلوقتي. تمام، تعال نرجع نكمل فوق ونبقى ننزل تحت اللي احنا عايزينه في الاخر. هنا يا شباب بقى الارجوت الكالويد اللي هو اللايزرجيك اسيد، الارجومترين والارجوتامين. الارجومترين اللي بيدوب في الميه سوليبل ووتر، ولكن ذوبانه في الكلوروفورم قليل. ده طبعا بيدوب، ما بيدوبش في الميه. تعال نشوف استخداماته كده، الثلاث استخدامات بتوع الارجومترين كلهم في الامتحان. بص يا سيدي، اكتب بالعربي كده عشان تريح نفسك، اكتب بالعربي كده: واحدة بتولد عندها صداع نصفي. بس خلص الشرح، واحدة بتولد عندها صداع نصفي. اشرح لك بالعربي وبعدين نقرا مع بعض. لو في واحدة بتولد طبيعي فلازم يجي لها حاجة كلنا سمعنا عنها قبل كده اسمها الطلق. وايه هو الطلق ده يا شباب؟ ان عضلات الرحم تنقبض وتنبسط عشان تخرج الجنين لبره، اللي هي بتنفض الجنين لبره بقى عشان يخرج، يحصل الولادة الطبيعية. احيانا في ستات بتبقى هتولد طبيعي لكن الطلق ما بيجيش، فممكن برضو تكونوا سمعتوا اللفظ ده، ان الدكتور بيديها حاجه اسمها حقن الطلق، يعني بيديها حقنه من بره فيها هرمون بيحفز الانقباض وانبساط عضلات الرحم. ببساطه يا شباب، الهرمون اصلا المسؤول عن ان انقباض وانبساط عضلات الرحم عند الانثى اثناء الولاده اسمه الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده هرمون مسؤول عن حاجتين عموما في البشر كلهم. الحاجه الاولانيه اللي احنا بنقولها دلوقتي مسؤول عن الليبر، اللي هو يعني انيشيت الليبر، بدايه الولاده، هو اللي بيخلي عضلات الرحم تنقبض وتنبسط، الطلق يحصل يعني عشان الام تولد. الحاجه الثانيه هو المسؤول عن التقارب، يعني ايه؟ يعني لما يكون في اتنين بيحبوا بعض وشافوش بعض من زمان ويحضنوا بعض، الاوكسيتوسين ده بيفرز، بيخلي كل واحد منهم بيشعر من الامان والحب. فيقول لك الاوكسيتوسين ده وظيفتين مهمين ليه. الوظيفه اللي احنا عايزينها ان الاوكسيتوسين ده بيساعد على انقباض وانبساط عضلات الرحم اثناء الولاده، فالمريض فالام بتولد. فيقول لك ايه بقى؟ احيانا الاوكسيتوسين ما بيفرزش مع ان ميعاد الولاده جه، فالدكتور يبدا يدي الست حقنه من الهرمون ده اللي هو الاوكسيتوسين، فيبدا يحصل الطلق يجي. قال لك بس خد بالك بقى ايه، قبل كده ما كانش الاوكسيتوسين ده متوفر كهرمون طبيعي، هنجيبه منين يعني؟ ما كناش عارفين نستخلصه، فكنا بنستخدم الارجومترين لانه ليه حاجه اسمها اكزوتوسيك افكت، ليه تاثير زي الاوكسيتوسين بالظبط، بيساعد على انقباض وانبساط عضلات الرحم فالست بتولد. يبقى اول حاجه للارجومترين ليه اكزوتوسيك افكت، فممكن استخدمه للانيشيت ليبر لبدايه الولاده، يبقى واحده بتولد اهي. الحاجه الثانيه، ممكن الست دي بعد ما تولد يحصل لها نزيف، يعني الدم اللي بعد الولاده بقى بيبقى فيه دم كتير، هو بيوقف النزيف ما بعد الولاده. ومش بس كده، ده هو بيوقف في العموم حتى عند البنات عادي بيوقف نزيف ما بعد دوره الطمس. احيانا بيبقى فيه بليدنج عند بعض البنات اثناء المونستيريال بيريود، اثناء دوره الطمس، فهو بيوقف النزيف ده. الحاجه الاخيره، لو حد عنده ميجرين، ايه ميجرين ده يا شباب؟ اللي هو الصداع النصفي. ممكن الارجومترين يستخدم في علاج الصداع النصفي، ده سؤال امتحان، بس الميجرين ده هنقول عليها ملحوظه كمان شويه، ركز معايا لان دي اسئله امتحان والله. الارجومترين دي اوكسيتوزيك افكت، هي بيستخدم في انيشيت اللي بردات الولاده، بيقلل النزيف ما بعد الولاده والحمل، اللي هو بوست بارتم اند بوست بورتال، بعد دوره الطمس وبعد الولاده، وبيعالج الميجرين. تعالوا نقرا مع بعض بقى. يوزد ان ذا فورم اوف ميليت، يعني بصنع منه اللي هو اسمه استر، يعني مليت ده الاستر بتاعه. ريديوس البوست بارتم اند البوست بورتل، بوست بارتم يعني ما بعد دوره الطمس، وبوست بورتل ما بعد الولاده. بوست بارتم اند بوست مورت هيموريج، بيقلل النزيف ما بعد دوره الطمس وما بعد الولاده، لانه ليه فازو كونستراكشن افكت على اليوترس، بيخلي عضلات الرحم تنقبض. تمام، فيقول لك بيعمل كونتراكشن لليوترس، بيعمل كونتراكشن لليوترس. بعد كده ليه اوكسيتوسيك افكت، يعني نفس تاثير الاوكسيتوسين، فيبدا الولاده، انيشيت الليبر، يستخدم في علاج الميجرين. تاني الثلاثه دول امتحان، انيشيت التريتمنت اوف الميجرين، بيعالج الصداع النصف. في ملحوظه هنا كده هنقولها كمان شويه، ولا اقول لك كمان شويه، تعالى ننقل عليها على طول عشان نتكلم عنها. ده الارجومتر. الارجوتامين ده يا شباب اشهر استخدام ليه ان هو بيعالج الميجرين، الصداع النصفي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في دواء كلنا عارفينه موجود في الصيدليه كده، اللي هو العلبه اللي هو لونه بينك ده،
اميجرون ده بيستخدم في علاج الصداع النصفي. ما هو اميجرون ده الماده الفعاله بتاعته جايه من الايرجوتامين، بس تكتب لي بس ان في الايرجوتامين ده عشان يعالج الصداع النصفي لازم اعمل له كومباينيشن مع الكافيين. اكتبها اهي، هي مكتوبه اهي، تريتمنت اوف الميجرين هيدك كومباينيشن ويز كافيين، لما اخلطه مع الكافيين بستخدمه في علاج الميجرين. مهمه جدا 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 جدا، وبيكون ليه فازو كونستراكتيف اكتيفيتي، فازو كونستراكتيف اكتيفيتي، فيسبب كونستراكشن للبريفرال فيسلز، كونستراكشن للبريفرال فيسلز، بريفرال مش سنترال، عشان كده مستحيل يقلل الضغط. هو بيسبب بس انقباض، انقباض العضلات اللي هي الخلايا الدمويه الطرفيه في الايد والرجل وكده. مهمه برضه فازو كونستراكتيف اكتيفيتي از كوز كونستراكشن اوف البريفرال فيسلز، سؤال امتحان، وبيعالج الميجرين لما اخلطه مع الكافيين. طب ايه الملحوظه اللي هنا بقى؟ ان اللي خلي بالك ان الايرجوتامين تاثيره اضعف من الايرجومترين، اسف، تاثيره اضعف من الايرجوتامين في علاج الميجرين اضعف، لكن هو بيمتص في المعده احسن، فعشان كده ما بيعملش نوزه وفوميتنج ودايريه، على عكس الايرجوتامين تاثيره قوي جدا ويعالج الصداع النصفي. لكن دايما الناس اللي بتاخد الاميجران ده بيبقى دايما عندهم غثيان وقيء واسهال، لانه ما بيمتصش في المعده كويس، وده سؤال امتحان برضه. يبقى ليس افكتيف زي الايرجوتامين بط بيتر ابزوربد ان الجي اي تي، فبتقلل بيقلل النوزه والفوميتنج والدايريه اللي بيعملها الايرجوتامين. الجزئيه دي يا شباب دي في امتحان كتير جدا. بعد كده عندنا الايرجو توكسين، وده خليط كده من شويه حاجات من قريبه من الايرجوتامين، ميكتشر اوف ايرجوت الكالويد ستراكشر ريديت ايرجوتامين، الاستراكشر بتاعها شبه الايرجوتامين عشان كده ما بتدوبش في الميه زيها. اهم حاجه ان الايرجو توكسين ده ليه استخدامات مهمه يا شباب. بسم الله الهادي. اول حاجه انتي ادرينرجيك، يعني عكس الادرينالين. شوف بقى الادرينالين بيعمل ايه. الادرينالين مثلا بيعمل فازو كونستراكشن، يبقى ده يعمل فازو دايليتيشن. كل حاجه عكس الادرينالين يبقى انتي ادرينرجيك رياكشن، فبيعمل فازو دايليتيشن. مهم جدا المعلومه الجايه دي. بيعالج حاجه شبه اسمها ساينل ديمنتيا. ساينل ديمنتيا، عارف الناس اللي بيجي لها شيخوخه ولما يكبروا في السن يبداوا يخرفوا، يعني مثلا ما يفتكرش اسم ابنه، يتكلم كلام مش مفهوم، اللي هو خرف العجز او خرف الشيخوخه، تخريف يعني، اسمها ساينل ديمنتيا. وده سؤال امتحان ليه يا سيدي؟ لان هو بيريح، بيعمل فاز دايليتيشن للسيريبرال فيسلز، يعني فبيخلي الدم سيريبرال يعني هي اللي موجوده في المخ، فيخلي الدم يمشي ببساطه، بيزود البلاد فلو للمخ، فالمخ يتغذى على الدم فيبدا يقلل الخرف ده ويزود التركيز. يعني زي في ادويه موجوده في الصيدليه مثلا زي ده اسمه سيريبروسيتام مثلا، من اسمه كده سيريبرو، فبيعمل فازو دايليتيشن للسيريبرال فيسلز، للاوعيه الدمويه اللي موجوده في المخ. يبقى فازو دايليتيشن للسيريبرال فيسلز عشان كده يوز تو امبروف السيريبرال بلاد فلو، بيزود البلاد فلو للسيريبرال فيسلز، فيعالج السينيال ديمنتيا. السينيال ديمنتيا والافكت بتاعه عكس الايرجوتامين. اقول له انت معلم، الله ينور عليك، لان الايرجوتامين هنا فازو كونستريكشن وده فازو دايليتيشن، يبقى هو عكس الايرجوتامين، رغم ان هو خليط من الكالويد الاستراكشر بتاعها شبه الايرجوتامين، الا ان الافكت بتاعه عكس الايرجوتامين. هو هنا بيديك اسم تجاري اسمه الهيدروجين، الهيدروجين ده اسم تجاري، يبقى بيعالج الساينال ديمنتيا، وده سؤال امتحان. ليه؟ لانه بيعمل فازو دايليتيشن في السيربرال فيسلز. مهم جدا الثلاثه الكالويد دول اللي هم الطبيعيين اللي جايين في النبات لوحدهم، انما ممكن يكون في سيمي سينثيتك. احنا قلنا كان عندنا واحد اسمه ايرجونوفين، هنجيب منه المثال ايرجونوفين، واحد تاني اسمه بروموكريبتين. بروموكريبتين الايرجونوفين ده، المثال ايرجونوفين ده ليه اسم تاني ممكن نكون عارفين اسمه الميسرجين. الميسرجين ده يا شباب بسم الله الهادي، عارفين يا شباب اللي هي الحقنه اسمها ايه، الحبوب اللي كان لو واحده مثلا عاوزه تسقط كانت بتاخدها، انا الصراحه ناسي، الميزوتريكسات او اللي اسمها ميزو ايه مش فاكرها الصراحه. المهم يعني ان ده برضو ليه اوكزوتوزيك افكت، بس تاثيره اقوى بكتير من الارجومترين. مش احنا لما كنا بنتكلم على الارجومترين قلت لك ان الارجونوفين ده اهو مشتق منه، لو جيت اكلمك عن مين بيدوب في الميه ومين ما بيدوبش، قلت لك اللي بيدوب في الميه حوالي 3 بس اللي بيدوب بالمتر، والارجونوفين جاي منه، احنا بقى يبقى تاثيره زيه، او الارجونوفين ده هشتقنا منه المثال الارجونوفين. وده سؤال امتحان ركز بالله عليك، الارجونوفين ده الاسم التجاري بتاعه لازم يجي لك في الامتحان، اللي هو الميسرجين، هي اسمها ميسرجين اصلا، حبوب موجوده في الصيدليه اسمها ميسرجين، متسميه باسم الماده، انا اسف. الميسرجين ده ماله يا سيدي بقى؟ ده ديريفاتيفز جاي من الارجونوفين، بعمل له داي هايدرو ديريفاتيفز في الارجومتر، حتى هو موضحها لك هنا اللي هو جاي من الارجومتر. يبقى تمام، يبقى فاهمين اللي انا ماشي ازاي. ارجومترين جبت منه ارجونوفين، والارجونوفين جبت منه مثال ارجونوفين اللي هو اسمه ميسرجين. الميسرجين ده برضه ليه اكسوتوسيك افكت، تاثيره اقوى بكتير من الارجومترين، وبيقعد اطول منه، بيستخدم كحقنه. اوكسيتوسيك اكشن مور انتنس، اقوى، ومور برولونجد افكت، اقوى بكتير من الارجومتر.
ومليت سلط برضه زي ده برضه بيستخدم مليت يعني املاح. تمام، لكن هتكتب لي هنا بس يبقى ده ينفع يستخدم اثناء الحمل سواء ده او ده. طبعا غلط، كونترا انديكيتد ديورنج بريجنانسي، لانك لو اديته اثناء الحمل يبقى انت بتسقط الجنين، هتعمل كونتراكشن وعمال تعمل انقباض وانبساط لعضلات الرحم لحد ما تخنق الجنين تموته، فده او ده كونترا انديكيتد ان بريجنانسي. عشان كده النوع ده من الادويه بيكون جدول، لان في ناس كتير صيادله بيطلعوا لي مثلا واحده تكون حملت وعاوزه تسقط الجنين وده بشكل ايليجالي، مثلا واد وبت غلطوا مع بعض والبت حملت، ولا واحده ست حملت في سن كبير بس الدكتور شاف ان هي تكمل الحمل وهي عايزه تسقط الطفل، فيقول لك النوع ده من الحبوب او الحقن ما يطلعش غير بروشيتا عشان ما يستخدمش بشكل ايليجالي. فليه؟ لانها كونترا انديكيتد ان البريجنانسي. ده مين؟ الميثرجين. ده سؤال امتحان لازم يجي لك في الامتحان. بعد كده البروموكريبتين ده جاي من الكالويد اسمه الايرجوكريبتين، جاي من الكالويد اسمه ايه؟ الايرجوكريبتين. ده شبه الدوبامين بالظبط، دوبامين اجونست، فيستخدم في علاج الشلل الرعاش. الدوبامين ده كان بيستخدم، ما الكلام ده تقريبا ممكن تكون درسته في الفارما، اللي هو بقى كنا الدوبامين بنصنع منه الميثايل دوبا والالي ميثايل دوبا والالي دوبا والكلام ده، فبيعالج الباركنسونيزم. وكمان الدوبامين ده بيستخدم في ان هو يقلل افراز الميلك، ريديوس السكريشن اوف البرولاكتين، لا هو بيقلل البرولاكتين فيزود الميلك. تعال نقرا الكلام ده مع بعض واحده واحده عشان ما نلخبطش. يبقى الارجوكريبتين او البروموكريبتين، والبروموكريبتين ده هيجي لك في الامتحان ان شاء الله يوم السبت، سواء ده هو او الميسرجين. انا قلت لك لسه من شويه ان الارجوت بكل كلامه اهم حاجه في المحاضره، بيستخدم كدوبامين اجونست زي الدوبامين بالظبط، فيستخدم في علاج الباركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش لو خلطته مع ال دوبا اللي هو اخد دوبامين، يستخدم عشان يقلل البرولاكتين. طب لما قللت البرولاكتين عملت ايه؟ اصلا البرولاكتين ده كانت وظيفته ايه؟ البرولاكتين بيمنع الملك، فانا امنع البرولاكتين فكده ما منعتش الملك، فيبقى كده ايه؟ ساعدت على افراز الملك. بيبقى المرض ده اسمه ايه لو البرولاكتين كتير ومنع الملك عند الستات؟ اسمه جلاكتوريا. جلاكتوريا، خلل في افراز الملك. ليه؟ لان البرولاكتين كتير، فانا ادي بروموكريبتين يمنع البرولاكتين فاللبن يرجع يفرز تاني، الملك يفرز تاني. جلاكتوريا، بمين يستخدم في علاج الجلاكتوريا؟ البروموكريبتين. ايه هو الجلاكتوريا ده؟ انكريز ان برولاكتين سكريشن، فانا هقلل البرولاكتين سكريشن فهزود الملك سكريشن. تمام؟ برضو بيقلل الجروس هرمون سكريشن، فيعالج حاجه اسمها الاكرو اللي هي الاكروميجالي. عارفين الاكروميجالي يا شباب اللي هو مين؟ عارفين اشرف اللي في المسلسل الكبير اللي هو وشه ضخم وايديه ضخمه وجسمه ضخم كده، فيقول لك ديسيز كاركترايز بقى ابنورمال جروس للهاند والفيت والهيد والتشيست، تلاقي الايد ضخمه، كف ايده ضخم جدا ورجله كف او يعني مشط رجله ضخم جدا ووشه ضخم وصدره ضخم كده يخوف، ده اسمه اكرو ميجالي اللي هو تضخم يعني. فبيبقى ايه السبب بتاعه؟ ان الجروس هرمون بتفرز بكميات كبيره جدا، فاحنا بنقلل الجروس هرمونز دي فنعالج المرض ده. يبقى ثلاث امراض لازم يجرب في الامتحان، الباركنسونيزم والجلاكتوريا والاكروميجالي، الثلاثه مين اللي بيعالجهم؟ البروموكريبت. والله لازم يجي لك في الامتحان البروموكريبت، كل سنه اخر 3 سنين بيجي في الامتحان اسئله عليه. يبقى زي الدوبامين بيعالج الباركنسونيزم، بيعالج الجلاكتوريا يعني بيقلل البروتين ويزود الملك، بيعالج الاكروميجالي يعني يقلل افراز الجروس هرمونز. ايه هو اصلا الاكروميجالي؟ تضخم في الهيد والهاند والفيت والتشيست. اخر كلمتين عندنا في المادة دي كلها بقى ستراكتشرز، بقى ستراكتشر ريسبيري، كل كلام ملوش لازمه. في حاجه اسمها تربينويد الكالويد، كلمتين ونص. احنا درسنا فوق ان او عندك الكالويد اسمه اكونيتين. الاكونيتين ده شباب توكسيك كده شبه الكونين اللي كان موجود في الكونيوم. الاكونيتين ده بيبقى لازق كده في الاكونين، الكونين اللي هو موجود في الكونيوم. بص حتى بقول لك هو جاي من اكونيتام نابلس، يعني برضه زي الكونيوم، يعني هو جاي من الكونيوم يا شباب، او الاكونايت اخو الكونيا. الاكونايت ده شبه الكونيا كده، جاي من نبات اسمه الاكونايت. انا بس اللي يهمني كلمه هو دايتربين 20 سي، يعني في 20 كربونويد. فين المعلومه بتاعتي؟ هو فيري توكسيك زي الكوي اهو، فيري توكسيك الكالويد، برضه سم اهو، فيري توكسيك الكالويد. يبقى تسجل لي تحت كده النوكس فوميكا كان فيها كانت برضه ممكن تكون توكسيك، الكونيا اللي هو الكونين كان توكسيك، وادي الاكونيتين اللي موجود في الاكونايت برضه توكسيك. ده لو اديته بكميات قليله جدا بيكون قاتل، لو 3 6 مللي جرام بس لسال دوز يقتله. بيعمل ايه يا سيدي؟ برضه بيعمل تحلل للريسبيراتوري سيستم والسي ان اس سيستم. تمام، سي ان اس اند بي ان اس ستيموليت كوزز ذس. ليه؟ لانه بيعمل ريسبيراتوري باراليسيز وفيليا. برضه الريسبيراتوري باراليسيز بتتحلل نفس الكلام اللي خدناه في الكونيوم، بيحلل الجهاز التنفسي، لكن ده في حاله ان انت خدته انتنرال، يعني واحد بلع السم بتاع الاكونايت ده. انما لو انت عملت منه مرهم او كريم بكميات قليله قوي اقل من 3 ل 6 مللي جرام ودهنتهم على الجسم من بره، فيعمل كمسكن بيقلل التهابات الاعصاب والاعصاب الطرفيه، فيقول لك ايه؟
اكسترنال انالجيسيك بيعالج النيورولوجيا التهابات الاعصاب وبريفرال نيرف باراليسيس اوف بريفرال نيرف، يعني لو زودت الجرعه بتاعته ممكن يسبب تحلل للاعصاب الطرفيه، لكن بكميات قليله انالجيسيك بيعالج النيورولوجيا. دي هتجيلك في الامتحان ودي هتجيلك في الامتحان. يبقى تعرف ان الاكونيتين ده كلام عبيط كده جاي من الاكونايت، تمام؟ بيقول لك حتى تعرفه في او الاستراكشر جالك، يعني هتلاقي فيه 11 اكسجين. نقعد نعد بقى 1 2 3 4 5 6 7 لحد نوصل ل 11، ودي الجرعه دي هتجيلك في الامتحان ان شاء الله. فيري توكسيك الكالويد 3 ل 6 مللي جرام ليسال دوز، يعني لو اديته من 3 ل 6 مللي جرام هموت المريض. بيعمل برضه ريسبيراتوري باراليسيز، لو استخدمته خارجيا يعني يبقى انرجيسيك للنيورولوجيا، لو زودت الجرعه يعمل بريفلر نيرف باراليسيز. اخر حاجه اللي هو التاكسول اللي هو بيعالج السرطان او بلاكي تاكسل، ده بيكون فيه 14 اكسجين، وده الاستراكشر ده هيجيلك في العملي، في قصدي في الشفوي. تبص على الاستراكشر عديت لقيت 14 اكسجين، يبقى ده التاكسول او البلاكي تاكسل. تاكسول او البلاكي تاكسل جاي من شجره اسمها ايه، تاكسس بيفلوريا، وده هتجيلك في اللي تشوز في الفاينل. تاكسس بيفلوريا يقول لك التاكسول جاي منين، من تاكسس بيفلوريا. تاكسس بيفلوريا بيستخدم في علاج ايه يا شباب، وده هتجيلك في الشفوي تكتبها على الاستراكشر. بيعالج الاوفاريان اند البريست كانسر واللنج كانسر، ده سؤال امتحان، اوفاريان ولنج وبريست كانسر. اوفاريان اللي هو يعني سرطان الرحم او المبيض، سرطان الصدر، وسرطان الثدي، كل دول مين بيعالجهم؟ التاكسال او الاسم الثاني ليه بلاكي تاكسال، التاكسول او بلاكي تاكسال. يبقى تاني اهو التاكسول او بلاكي تاكسال 14 اكسجين جاي من التاكسس بليفوريا، او دول هيجوا في الامتحان اهو، انا بقول لك من دول هيجوا في الامتحان. سرطان في علاج سرطان المبيض، سرطان الرئه، وسرطان الثدي، وفاريان ولانج وبريست كانسر. استاذنا مين تاني بيعالج في السرطان فوق؟ اخواتنا بتوع الفينكا اللي هم الفين كريستون والفين بلاستن، ده بيعالج الهوجكن ديسيز وده بيعالج السيمينوس، تمام يا شباب؟ او اللوكيميا ان تشيلدرن. لازم تركز على انواع السرطان في كل واحد لانها بتيجي في الامتحان كتير جدا كده. الحمد لله خلص جزء الالكالويد. عارف ان هو فيديو طويل وانا كترت في الشرح فيه او يعني طولت في الشرح، لكن عشان نخلص من الالكالويد نبدا نركز مع الجلايكوسايدز. احنا في الجلايكوسايدز خلصنا الانترودكشن كامله، خدنا اول نوعين من الجلايكوسايدز وشرحناهم. هنبدا من السايوجلايكوسايدز، هبدا الشرح من اول السايوجلايكوسايد لحد ما نمشي للاخر ان شاء الله. هحاول اجيب لك الجلايكوسايدز في فيديوهين بالكتير خالص ثلاثه، ولو ربنا قدرني اخلص لك المنهج النهارده عشان تقعد يوم الجمعه كله تحل وتراجع. اللي عنده اي سؤال في جزء الالكالويد يبعت لي يا شباب. بالتوفيق يا رب.